السلام عليكم طلاب، وياكم علي حسين طالب بكوفة مرحلة ثالثة. اليوم نبدأ بالسيشن الرابع بالموضوع الميكانيزم اوف ديزيز. راح ناخذ اللكتشر الاول بهذا الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله اللكتشر الثاني. زين، طبعا هذا اللكتشر شباب مو بأهمية اللكتشر الاول، اللكتشر الاول مع السيشن، اللكتشر الثاني مع السيشن الرابع مهم اللي راح ناخذه بالفيديو الجاي. هذا اللكتشر يعني مو كلش مهم، بس اكو شغلات مهمة لازم احنا نعرفهن. أنا من راح أمشي بالمحاضرة راح أقول لكم هذا مهم، أو أقول لكم هذا لا تركزون عليه، لأن هو على لكتشر بيه شغلات هواي وبيحكي شوية زايد ممكن يدوخكم. زين، فهسه نبدي إن شاء الله اللي هو ريجينيشن أند فايبر سيفير. زين، ديفينيشن، هسه نعرف الريجينيشن ونعرف الريبير، شنو الفرق بيناتهم؟ شوف، الريجينيشن بروليفريشن أوف سيلز أند تيشو to replace lost or damaged cells and tissue. Normal structure is maintained. هاي ما أعرف شنو مسوها هنا. زين، بس هنا شلون returned or maintained؟ يعني النورمال ستراكشر راح يرجع لي للريجنريشن، من عد ريجنريشن يعني كأنه عد يعني هذا تشو. زين، وبس اللي بيثينه هو متدمر. يعني شو هنا الابيثيليوم، نقول هسه هذا الابيثيليوم. زين، وهنا جوا عدي مثلا كنا شفت شو السوالف هاي. زين، بالريجينيشن خلينا نقول فقط التشو هو الضرر، يعني هنا مثلا فقط الابيثيليوم، يعني مثلا خلايا ما تتقسم راح تجي خلايا تعوضها، تجي خلايا تعوضها. هاي عملية ريجينيشن اللي هي شنو؟ راح يرجع لي النورمال تشو نفسه. بس الريبير شنو هي؟ الريبير ريسبونس تو انجري انفولفينج بوث ريجنريشن اند سكار فورميشن. فنورمال ستراكشر از نوت ريتورند، هنا المفروض از نوت ريتورند، هاي هنا مسوها. زين، يعني شنو الريبير يا شباب؟ انه هنا أنا هذا نفسه الرسم، بس شنو الفرق؟ نيجي هذا هم ابيثيليوم، هم ابيثيليوم، هذا جو الابيثيليوم مش عدي كونكتيف تيشو. زين، هنا انا راح يصير عندي دمج الابيثيليوم والكونكتيف تيشو هذا، فدمج كبير ما راح يتم تعويضه كله، فهذا الابيثيليوم راح نرجع نعوضه بخلايا احنا. زين، بس هذا الكونكتيف تيشو جوا خيجينا شنو؟ هنا يجينا فايبروس تيشو بداله، بس هنا عملية فايبروس. زين، فهي هاي الفايبروس اللي هي شنو؟ هسه انا اخذها هاي كل هالعملية ناخذها باللكتشر الجاي، فقط هاي مقدمات لها. فالفايبروسس فرقها عن الريجنريشن، انه ريجنريشن بروليفريشن اوف سيل، ونرجع لي شنو؟ ونرجع لي النورمال تشو. بس الريبير بروليفريشن اوف سيل وياها سكار فورميشن، ريسبونس تو انجري باي بوث ريجنريشن اند سكار فورميشن. يعني الريبير تشمل عملية الريجنريشن داخلها. شلون تشمل عملية الريجنريشن؟ الريجنريشن مو قلنا بروليفريشن اوف سيلز اند تشو تو ريبليس لوست اور دامجد سيلز، الريبير هم بيها بروليفريشن of cell to replace the lost or damaged cells. بس الفرق انه الريبير بيها سكار يعني فورميشن، الريجنريشن ما بيها سكار فورميشن. هاي هنا انا فتحت الخلية ساعد بيها انجري. هنا انا الريبير وهنا الريجنريشن، هم بعض الريبير الريجنريشن اول شيء عفوا. هاي الخلية صار بيها مثلا انجري رينيوينج تشو، يعني رجعنا التشو لا وضع الطبيعي، اسمه هنا تجديد. زين، كمبيوتر جنيش يصير عندي بالابيديرمس جاي تراكت ابيثيليوم هيماتوبيوتيك سيستم. شوفوا شباب، اكو بعض الخلايا عندنا كثر نوع من الخلايا راح ناخذهم خلال هاي المحاضره، بس خليني اعطيكم اياها هسه على السريع بعدين نرجع ناخذهم. شنو الخلايا؟ خليه اسمها ستيبل سيل او كويسنت سيل، خليه اسمها بيرمنت سيل، وخليه اسمها لباير سيل. زين، لباير سيل، اللباير سيل هي هاي الخلية اللي تقدر تنقسم دائما مثل خلايا الابيثيليوم، مثل هاي، مثل ذني الخلايا. زين، فهنا هذا من صابي انجري راح يصير بي رينيوينج تشو، نرجع نكون تشو بداله، لان هذني الخلايا لها قابلية على الانقسام اللي اسمها لباير سيل. زين، اكو خلايا ثانية اسمها ستيبل، هاي ستيبل او كويسنت نفس المعنى ستيبل تشو. هاي شنو الخلية؟
هاي الخلية هي ما تكون تنقسم بشكل مستمر. شبابنا اللاباير صارت تنقسم بشكل مستمر سواء اكو انجري او ماكو، بس ستيبل تشو من 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 جزء من النسيج ينفقد، هذا صار انفقاد بي، راح هذا الجزء بقالي، بس هذا راح تنقسم عمود تعوض الجزء المفقود، هي هاي الستيبل تشو. فهي هاي فرقها عن اللاباير تشو. عفو زين ماشي. فهنا انا شنو كومبنسيتوري جروث يسموه، كومبنسيتوري يعني تعويضي ماشي، كومبنسيتوري يعني تعويضي. زين هاي الريجنريشن، خانة الريجنريشن. الريبير شنو؟ هذا هنا جرح مثلا، واحد من جرح صار بي ريبير، هنا صار سكار فورميشن. هاي شو يسموها ريبير؟ ليش ريبير؟ لان صار بيها سكار فورميشن بعد. زين هنا مثلا هاي الخلية نفسها صار بيها كونيك انفلاميشن، فأيضا صار سكار. من أخذنا بالإنفلاميشن ممكن يصير إسكار، يعني healing by scar. زين فهذا شنو هم ربيع؟ ليش؟ لأن هم صار عندي سكار فايبروسيس. ما الشباب هي هاي الفرق بين الريجنريشن والفرق بين الربيع، لازم نعرف، لأن ممكن يجيب لنا سؤال شنو الفرق بين الريجنريشن وبين الربيع. زين هسه كرونيك انجري، إذا كرونيك إنجري يعني فد إصابة مزمنة، زين يصير ريبير تمام. ريبير شو يصير وياه؟ فايبروسيس. يعني شوفوا شباب، ريبير يساوي ريجينيريشن with فايبروسيس بلس. هاي شو معادلة؟ حفظوها عمود، ما ننسى السالفة. هاي الريبير يساوي ريجينيريشن ويا الفايبروسيس، خلصنا من هاي. زين نشوف هاي خلية أو نسيج كرونيك انجري تمام. نتيجة هاي الكرونيك انجري يقول after years of chronic injury fibrosis plus lose of tissue with inadequate regeneration. هنا أنا هذا هنا أنا صار عندي كرونيك انجري إصابة مزمنة، فراح يصير عندي ريبير شو اسمه regeneration و fibrosis. فنشوفها هنا أنا هذا السهم هنا هنا نشوف هذا النسيج نفسه، شوفوا كله فايبرس تشو، هذا كله هنا شنو فايبرس تشو صار بي. زين لان هاي كرونيك انجري تمام. زين هذا هنا ايضا يعني صورة لهذا، بس شنو هاي الصورة؟ بالمايكروسكوب هاي شفناها طبيعية. هنا من نجي شوفوا هنا شلون يعني after the chronic injury بعد ما صار بيها ريبير اللي هي regeneration ويا فايبروسيس، نشوف هنا كولاجين ديبوزيشن هو فايبرس تشو. هذا شوفوا هذا باللون طوخ، هذا كله كولاجين. ليش؟ لان هنا صار بيها ريبير يعني ريجنريشن وياها فايبروسيس. زين ماشي. زين شباب نجي يقول وات ديترماينز ريجنريشن فيز ريبير وذ فايبروسيس. يعني ثاني قلت لكم انه يا اما يصير عندي ريجنريشن اللي ما بها فايبروسيس، او يا اما يصير عندي ريبير اللي هي ريجنريشن بلس فايبروسيس. هسه يقول شنو اللي يحدد لي هذا النسيج راح يصير ريجنريشن او ريبير؟ يعني هذا النسيج مثلا ليش صار بي ريبير؟ خلاص يصير بي ريجنريشن. ليش صار بي فايبروسيس؟ اكو عوامل محدده تحدد لي سواء هذا راح يصير ريجنريشن او ريبير. شنو هاي العوامل؟ شوف أول عامل طبعا هو هنا سأل السؤال what determines regeneration with fibrosis في الزبير with fibrosis. هنا أنا مسوي لي جواب على شكل سؤال، بس أنا راح أخذ لكم بدون السؤال، يعني كلمة وات نحذفها، فنحذفها. زين أول شيء الكاباسيتي of injured cell for regeneration يعني شنو؟ يعني أني اشوف الكباسيتي مال الخلايا المصابه. زين يعني شباب شوفوا اكو خلايا معينه، اكو خلايا معينه تقدر تسوي لي ريجنريشن، مثل ما قلت لكم اللاباير سيل. زين قلت لكم اللاباير سيل هاي تقدر تنقسم بشكل مستمر تسوي لنا ريجنريشن. زين واكو خلايا ثانيه يسموها بيرمنانت سيل، هاي قبل ما تنقسم، فاذا صار بها اصابه ايش راح يصير؟ راح يصير سكار. فهي هاي الكباسيتي of injured cell for regeneration، capacity قدرة أو سعة الخلايا المصابة على الريجنريشن، هاي أول عامل.
العامل الثاني اكستاسونا ماتريكس فريم ورك. يعني شنو اكستاسونا ماتريكس فريم ورك؟ يعني كمية الاكستاسونا ماتريكس المصابة. زين، يقول اكستاسونا ماتريكس فريم ورك دمجت او لارجلي انتاكت. يعني شنو هاي؟ مثل ما قلت لكم، خلنا نفرض هذا سينسيج، نشوف هذين الصوتين شباب. هذه هنا نورمال هيباتوكلوبيول. هيباتوكلوبيول مثل ما تعرفون يكون سداسي. زين، وهذا بالنص اسمه سنترال فين، وهنا عندي بولتر سايت. زين، هذين شنو؟ هذين هيباتوسايت. نجي نكبرها اكثر، هذا بولتر سايت، هيباتيك ارتري، بولتر فين بايدوكت، هذا الارتري فين بايدوكت. زين، خلنا ناخذ اول شيء انجري تو سيل. يعني هنا أنا بالحالة الاولى راح تكون فقط الخلايا مصابة. جاي تشوفون هاي فقط الخلايا انصابت. الاكستاسيوماتكس وين؟ هاي بلون ازرق، تشوفوها طبيعية حالها حالها. شوفوا هاي خلايا الشرنة وبقى هاي اكستاسيوماتكس، اذن نفس الطبيعي. بس شنو؟ خلايا انصابت. من انصابت الخلايا proliferation of residual cells within intact matrix. يعني شباب، هنا أنا مو قلنا صاعد إصابة فقط للخلايا ما تتقسم منها والإكستاسيوم ماتكس طبيعي. زين، أكو خلايا بالإكستاسيوم ماتكس منها راح تسوي لي regeneration، راح تعوض لي الخلايا مال الهيباتوسايت اللي شنو اللي صار بيها دمج. تمام، فهنا أنا راح نرجع لي النورمال تشو. صاعد فيبوزس لو ما صار، هذه الخلايا رجعت وإكستاسيوم ماتكس رجعت. إذن هاي شو اسمها؟ regeneration. هاي مو ريبير، هاي فقط regeneration. ليش؟ لأن قلت الخلايا مال الهيباتوسايت تم تعويضها. تمام، هنا أنا بالحالة الثانية راح ناخذ انجر تسيل واند ماتريكس. يعني هنا خلايا أيضا مصابة والماتريكس، شوفوا تخربط الماتريكس اللي هاي المادة البين خلوية. شوفوا هنا شلون مرتبة شباب، بقى هنا شلون صارت. إذا الماتريكس هنا هم انصاب. زين، إذا الماتريكس انصاب اكو بعد، احنا قلنا قبل شوي بهذا المثال خلايا من الماتريكس راح تجيني تعوض لي. هنا الماتريكس انصاب، بعد ماكو خلايا تقدر تجيني لان هو ايضا بي صار يعني دمج. فهنا ايش راح يصير؟ deposition of connective tissue proliferation of residual cell within disturbed matrix. تمام، يعني راح يصير proliferation of cell، then الخلايا يصير بها proliferation القسم، بالاضافة الى ذلك راح يصير deposition of connective tissue فيبوسيتي. شو شباب هذا؟ هذا لونه برتقالي، هذا كله شنو؟ ازرق ايضا، هذا كله فيبوسيتي. شو فهاي ريبير؟ لان ايش صار بها؟ صار بها ريجنريشن، صار بها ريجنريشن وصار بها ايضا سكار فورميشن. فاذا نرجع السؤال، شنو اللي حدد ريجنريشن ضد ريبير؟ اول شيء كاباسيتي اوف انجورد سيل فور ريجنريشن. هنا كاباسيتي مال الخلايا المصابة مثل ما قلت لكم. يعني في هذا المثال الخلايا المصابة شنو هي؟ هنا بالحالتين هيباتوسايت، بالحالتين هيباتوسايت. زين، يعني شنو بالحالة هيباتوسايت؟ يعني هنا الخلايا تقدر تسوي الريجنريشن، لأن يعني هنا هيباتوسايت مسؤولة. يعني العفو، هيباتوسايت تعتبر نوع من الخلايا اللي تقدر تنقسم عمود تعوض للخلايا مفقودة. هنا تقدر تسوي ريجنريشن، وهنا تقدر تسوي ريجنريشن. زين، هاي خلصنا منها. تمام، يقول اكستاسيوم ماتريكس فريم ورك دامجد او لارجلي انتاكت. اها، هنا الاكستاسيوم ماتريكس بالمثال الاول الاكستاسيوم ماتريكس سليمة، بالمثال الثاني الاكستاسيوم ماتريكس بيها دمج. زين شباب، فاذا الاكستاسيوم ماتريكس سليمة بعد يحتاج نحط كونكتيف تيشو؟ ما يحتاج، اذا ايش راح يصعد ريجنريشن. بس اذا الاكستاسيوم ماتريكس بيها دمج بعد لازم يجيب كونكتيف تيشو حتى يمليها، ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي اذا ريبير. زين، فاذا العامل الاول مش شباب، اثنيناتهم هيباتوسايت مثل ما قلت لكم، واثنيناتهم الهم قابلين على الانقسام. بس هنا حسب العامل الثاني تحدد لي ريجنريشن من الفيبوس بهذا المثال هنا. زين، لان هنا شنو ايش قلنا؟ قلنا لان هنا صار دمج بالاكستاسيوماتس، وهنا ما صار دمج. ماشي شباب، فليفت هذا ليفت يسار هيباتوسايت دمج وذ انتاكت ماتريكس. الماتريكس سليم سليم. زين،
في complete generation of normal. هنا صار complete generation. هاي وين يصير after acute hepatitis 1. اي عفوا. بالمثال الثاني اللي هو الرايت. هيباتوسايت اند ماتريكس دامج. اها هنا فقط هيباتوسايت دامج، هنا هيباتوسايت والماتريكس دامج. سوم ريجنريشن راح يصير ريجنريشن شويه وياها يصير سكارنج اللي هي شو يسموها عمليه ربيع، يعني ريجنريشن معادلتنا ريجنريشن بلس فايبروسس. فاذا فقط هاي سالفه فهموها انه هنا تحدد لي الريجنريشن من الفايبروس من الربيع حسب هذا العامل الثاني. يعني العامل الاول كاباسيتي اوف انجر فور ريجنريشن، قلنا هذين اثنين هيباتوسايت وكلهن هن قابليه على الانقسام لتعويض الخلايا الميته. فاذا هذا العامل ما راح يحدد لي هنا، العامل الثاني هو راح يحدد لي هنا. هنا صورة مجهرية، هذا هيباتيك لوبيول الثلاثي سنتر فين، وهذا التايد. اي ميكانيزم فور ريجوليشن اوف سيل بوبوليشن. شوفوا شباب ما ابي اشياء بس شيء بسيط. هنا أنا هذه خلايا يسموها بيز اوف بيز لاين سيل بوبوليشن. زين هاي الخلايا شنو مصيرها؟ ايش راح يصير بيها؟ اول شيء اما بروليفريشن تتكاثر تنتج خلايا اكثر. زين ثاني شغله ديفرنشيشن. شنو ديفرنشيشن؟ يعني تتحول الى نوع ثاني او الى شكل ثاني من الخلايا. زين ماشي. ثالث شيء شنو مصير هاي الخلايا؟ ثالث شيء اكو خلايا يسموها ستيم سيل، فهاي الستيم سيل ممكن تعطيني من هاي الخلايا فممكن تزداد عددها. زين ماشي. رابع شيء ابوبتوسس سيل ديث، خذتوها بالسيشن الاول، مو يعني هاي الخلايا تموت ابوبتوسس. اذا هذول عندها اربع طرق تروح لها هاي البيز لاين بوبوليشن. زين ف بروليفريشن انكريز ان سيل نمبر باي ريبليكيشن. هاي العملية اسمها هايبر بليجر بروليفريشن، ناخذها ان شاء الله بالسيشن السابع. زين فقط عرفوا لي انهم من يزداد العدد معناها هايبر بليجر. زين differentiation achievement of adult cell type يعني شنو؟ يعني هاي الخلايا خلينا نقول بعدها ما وصلت الادوت للشكل البالغ لها، الديفرنشيشن هي وصلت للشكل البالغ لها. هنا صار هذا. زين ماشي. apoptosis programmed cell death موت مبرمج للخلايا. اذا هاي مصير هذين الخلايا الموجودات هنا. زين يسموها mechanism of regulation of cell population. نروح على هذا الاوتكم الاول ريجنريشن في الزبير اخذناه، نروح على ستيم سيل بيولوجي اند ثيرابيوتيك ابلكيشن. زين شباب الستيم سيل عبارة عن خلايا ما منقسمة، يعني عفوا ما محددة لأي نوع من خلايا الجسم، تقدر تحدد نفسها بعدين تروح إلى أي خلية تريدها. زين فالستيم سيل نورمال اون ديفرنشيت سيل with two features. أول شيء سيلف رينيوال، يعني شنو يعني لها قابلية على تجدد من نفسها، يعني خلية تنقسم، يعني مثلا هاي خلية ستيم سيل لها قابلية على أنها تنقسم وتعطيني خليتين. زين هاي أول وحدة. اثنين كان جنريت ديفرنشيتد سيل ميتشر سيل بالغة، يعني هاي الخلية الستيم سيل راح تقسم نصها. زين ممكن تتحول لي إلى شنو شباب؟ إلى خلية بالغة، مثلا خلينا نقول مثلا تعطيني نتروفي هاي بلود وايت بلود سيل. زين فقط هذا مثال عمود اوضح لكم الفكرة. زين هي هاي الستيم سيل critical for regeneration of cell in cell renewing tissue. الستيم سيل جدا مهمة بالريجنريشن. تذكرون قبل شوية قلت لكم عملية الريجنريشن شبابنا، الريجنريشن تصير من عندي خلايا لها قابلية على الانقسام عم تعوض لي خلايا ثانية. اذا يا هاي الخلايا جاي احكي عنها الستيم سيل ماشي، اذا هاي مهمة للريجنريشن. اكو في الطب يسموه ريجنريتف ميديسين، هذا فرع من فروع الطب. شو يسوي هذا الطب؟ يقول ثيرابيوتيك ابلكيشن اوف ستيم سيل
to repair damaged tissue that do not typically regenerate after injury مثل بالهارت البرين سكيتر مصر. شنو معنى هذا الحكي؟ يعني في بعض الأحيان مثلا شخص صار عنده مايوكارديا انفراكشن تمام، في جزء من عضلة القلب مات أو صار عنده برين انفراكشن بالبرين، جزء من البرين صار بمشكلة أو بالسكيت المصر. زين هنا الخلايا مال الهارت والبرين والسكيت المصر تكون ما هي القابلية على ريجنريشن، خلايا يسموها بيرمننت، راح ناخذهم بالسيرات الجاية بس هنا عمود نفهم بيرمننت سيل اللي هي مثل قسم، فراح يستفادون من هاي الستم سيل انه يجيبوها ويزرعوها بالمكان البي انجري بالهارت مثلا. احنا مو قلنا هاي الستم سيل تقدر تعطيني اي نوع من انواع الخلايا، فمن راح نزرعها بالهارت؟ راح تعطيني خلايا مال مايوكارديا، خلايا مال عضلة القلب. من نزرعها بالبرين تعطيني خلايا مال البرين، نزرعها بسكيت المصر تعطيني خلايا مال سكيت المصر. هي هيك يعني تتحول الى اي نوع من الخلية نريدها. زين مع الشباب هذا يسمونه ريجنريتيف ميديسن. هنا هاي مهمة ادولت ستيم سيل، يقول لك مثلا فتس ام سي كيو او سؤال وات از ذا ادولت ستيم سيل، شو تقول له؟ ادولت ستيم سيل يعني هسه احنا ادولت، شنو ستيم سيل مالتنا؟ نقول له فايبروبلاست ان تيشو كلتشر. زين فايبروبلاست ماشي. هسه ستيم سيل اوريجين اند تايب، شنو الاوريجين اند تايبز اوف ستيم سيل؟ زين هسه شنو انواع الستيم سيلز؟ شوف شباب ستيم سيل اول شيء يسموها امبريونيك او بلوريبوتيت، يعني الطفل الامبريو عنده خلايا يعني اول ما تتكون البيض، يعني هسه هذه الزايغوت من تحت عمليه الاخصاب. زين تتكون عندي هاي البلاستوسايت، البلاستوسيست عفوا، هاي البلاستوسيست اذا ناخذ منها خليه من خلاياها، ناخذ منها خليه من خلاياها، هاي الخليه يسموها بلوري بوتنت، بلوري بوتنت ستيم سيل. هاي الخليه تقدر تعطيني اي نوع من انواع خلايا الجسم، اي خليه تقدر تصير، يعني تصير لي بنكرياتيك سيل، تصير لي هيماتوبيوتيك مال بلوت سيل، تصير لي كارديومايوسايت، نيورون، هيباتوسايت، اي نوع من انواع الخلايا ممكن تصير لي هاي البلوري بوتنت. بلوري بوتنت ماشي شباب. زين النوع الثاني اللي هي مولتي بوتنت ستيم سيل، شنو هي مولتي بوتنت ستيم سيل؟ شوفوا هاي البلوري بوتنت راح يصير بها في التخصص معين في الدفرنشيشن تعطينا هاي النوع من خلايا يسموها مالتي بوتنت ستيم سيل. المالتي بوتنت ستيم سيل شو تسوي لنا شباب؟ هاي الخلايا مور ريستريكتد ذان امبريونيك ستيم سيل، يعني شنو؟ يعني هاي الخليه تعطيني انواع من الخلايا بس هي مو لها حريه مثل البلوري بوتنت اللي يسموها امبريونيك ستيم سيل، هاي قلنا تعطيني اي نوع من انواع الخلايا اللي نريدها. المالتي بوتنت ستيم سيل تعطيني نوع من الخلايا بس مو مثل هاي. زين يعني شنو يقول هنا؟ eventually become شو يسموها lineage committed. المالتي بوتنت ستيم سيل عباره عن خليه ايضا ستيم سيل بس تكون يقول مور restricted، يعني شنو مور restricted؟ احنا قلنا embryonic or pluripotent stem cell لها قابلية على ان تعطينا اي نوع من انواع الخلايا اللي تريدها، بس المولتيبوتنت stem cell راح تكون اكثر شلون يعني محدودة تكون than embryonic stem cell، يعني مو لها قابلية تعطينا اي نوع من انواع الخلايا، لا تعطيني فقط قسم محدد يسموها lineage committed. شنو lineage committed؟ شوف هاي المولتيبوتنت stem cell. زين lineage committed stem cell يقول تعطيني يعني شلون لينيش كوميتد، هذا معناها احنا مثل ما نعرف عندنا اندودرم وميزودرم واكتودرم ماشي. زين فهاي المولتي بوتنت ستيم سيل يا اما تعطيني خلايا مال اندودرم، يا اما تعطيني خلايا مال ميزودرم، يا اما تعطيني خلايا مال اكتودرم ماشي. هي هاي المولتي بوتنت ان شاء الله فهمناها. زين ادولت سوماتيك ستيم سيل ريستريكتد كاباسيتي تو جينيريت سيرتن سيل تايب، بس هاي 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 ايضا شباب lineage committed. ليش؟ لان ايضا restricted، هي كل ما تكون restricted نسميها lineage committed. زين
في الأدر سوماتيك ستيم سيل يعني مثلا إلها قابلية على أنه يعني تتحول إلى نوع واحد من الخلايا. differentiation to one cell type. زين ماشي. إذا هسه كم نوع عندي من أنواع الستيم سيل؟ pluripotent multipotent وعندها هاي الأدولت. أنا هنا جايب هاي من الإنترنت. أكو نوع يسموه totipotent، وأكو نوع يسموه pluripotent، وأكو multipotent، وأكو unipotent. زين شوفوا الفرق. هاي totipotent ما مذكورة هنا بس خلطيكم إياها. زين التوتيبوتنت تعطينا أي نوع من أنواع الخلية بالجسم. البلوريبوتنت أيضا أي نوع من أنواع الخلايا بالجسم، بس الفرق أنها البلوريبوتنت ما تعطيني للهذا للبلاسمتة، خلايا بلاسمتة. تمام. البلوريبوتنت شباب ما تعطيني بلاسمتة سير، بس التوتيبوتنت تعطيني بلاسمتة سير. ماشي. والمولتيبوتنت هاي حكيناها، وهاي اليونيبوتنت هي هاي نفسها، هاي نفسها هي adult somatic stem cell. زين ماشي. في شيء اسمه نيش سيل، شنو هذه؟ شوف نيش سيل are known stem cell that provide a sheltering environment that sequester stem cell. يعني شنو معناها؟ يعني شوفوا شباب، خلينا نحط فتاسب ونرجع لكم على الشرح. النيش سيل عبارة عن مكان معين، شلون فد حافظة تحفظ لي الستيم سيل مالتي من الأشياء الخارجية. زين يعني هسه هنا خلنا نفرض هاي الستيم سيل، هاي هنا النيش سيل مثلا تحفظها من الستيم سيل تريد تنقسم أو تعوض لي خلايا معينة، هاي راح تروح عنها وراح تجينا هاي راح تطلع من هنا، فهي تروح تنقسم. زين هاي فكرتها واضحة. فالنيش سيل عندنا موجودة بالسكن، موجودة بالانتستين، موجودة بالليفر، موجودة بالكورني اوف ذا اي. زين بالسكن وينها شباب؟ شوف بالسكن مو عندي هنا هاي هير فوليكل. زين هاي هنا شو يسموها سبيشيس جلاند، خلية دهنية، عفوا غدة دهنية. زين وهذا ديرمس وهاي ابيديرمس. زين شباب هاي الابيديرمال ستيم سيل هي هاي هنا اني شوف شو محفوظات هنا شي حافظها وين؟ ضمن خلايا الابيثيليوم مال السكن. بالانتستين وين موجودة؟ موجودة خلال الكريبت. احنا مو الانتستين تعرفوها هيجي تكون بيها من هنا عفوا هيجي بيها منا فيلاي، هاي فيلاي وبيها منا جوا نزلة يسموها كريبت اوف ليبرخون. زين فهاي موجودة داخل الكريبت، داخل الخسفة هاي، هذن هن الستيم سيل محفوظات. وين محفوظات؟ داخل الخسفة. اذا هاي النيش سيل هنا يسموها. زين ماشي. فيقول النيش سيل are non stem cell that provide a sheltering environment that sequester stem cells from differentiated stimuli. تمام. يعني هذا اللي كلهن هي نيش سيل. ليش؟ لان هي النيش سيل شباب عبارة عن خلايا، يعني هي مو خلية واحدة، هي خلايا معينة يحمل لي خلية الستيم سيل من المؤثرات الخارجية، لذلك الستيم سيل موجودة هنا جوا، هاي خلايا كلها تحميها. وهنا ايضا الستيم سيل وين موجودة؟ جوا، عمود تنحمي من المؤثرات الخارجية، عمود ما يجيها تحفيز يعني ما مقصود. زين فهي هاي فسكوستر تحجزها from differentiation stimuli، وممكن ايضا تحميها من apoptotic stimuli. ممكن اذا هي موجودة هنا بالسطح الستيم سيل موجودة بالسطح، ممكن تجيها في apoptotic stimuli وتموت، احنا ما نريدها تموت هذه الخلايا. زين فلذلك دائما الستيم سيل نلقاها موجودة جوا، اخي شيء شلون خاتلة جوا. زين ويقول and other stimuli that will challenge stem cell reserve، يعني واي مؤثرات ثانيه ممكن يعني شلون تتحدى لي او تغير لي الريزيرف الخزان مال الستم سيل مالتنا. زين نيش سيل contribute to balance between adult stem cell quiescence and replication. هاي كلمه شنو معناها شباب؟ قلت لكم انه اكو نوع من انواع الخلايا شنو اسمها quiescent، وكو نوع اسمها لابايل، وكو نوع اسمها بيرمننت. اللابايل سيل هي خلايا تقدر تنقسم بشكل مستمر،
زين مثل خلايا الإبيثيليوم. الـ stable أو quiescent cell خلايا تنقسم فقط من تحتاج انقسام، مثل ما ينصدمج بها، والبيرمننت سيل خلايا ما تنقسم. زين، فإحنا أنا إذا صاعد يفد دمج معين بخلايا مثلا الكويسنت سيل، اي شباب، فالنيش سيل تساهمني ببالانس، شلون يعني توازن لي بين ادلت ستيم سيل كويسنس اند ابليكيشن. ليش؟ شنو معنى هاي الكلمه؟ احنا قلنا انه ستيم سيل تحميلي، العفو النيش سيل هذا اللي يكون نيش سيل هنا شلون يحملني هذين ستيم سيل مالتنا من الديفرنشيشن ستيمولاي وابوبتوتيك ستيمولاي. فهي شلون سوت لي بالانس بين قدره الستيم سيل على الابليكيشن وعلى كويسنس اللي هو الهدوء. فلذلك النيش سيل كونتريبيوت تو بالانس، توازن بين قدره الخلايا الستيم على الانقسام وعلى انه الكويسنس يعني شلون تقعد وتسكت ما تنقسم. زين، فاخر شيء نيش سيل ديالوج وذ ستيم سيل تو ريجوليت تشو ديماند فور ديفرنشيت سيل، يعني النيش سيل هنا شلون راح يعني تتعامل ويا هاي الستيم سيل عمود تنظم لي التشو ديماند فور ديفرنشيشن ستيمولاي. يعني هنا أنا مثلا صاعد مشكلة بالصاعد مثلا في الجرح هنا أنا. زين، وهذا هنا أنا صار بي مشكلة، ماشي، ايش راح يصير؟ النيش سيل الموجودة هنا أنا. النيش سيل الموجودة هنا أنا في هاي المنطقة راح تسمح لي بالستيم سيل تطلع لي من هنا وتروح تسوي لي شنو ريجنريشن هذا الانجري. فهي شنو؟ هي حسب regulate tissue demand for differentiated cell، يعني مو التشو ما يحتاج، التشو ما بي شيء وتدز الستيم سيل، لا لازم التشو بينجل. زين، هسه قلنا موجودة بالسكن، موجودة بالانتستين، بعد وين موجودة؟ موجودة بالليفر. شوف اكو بالليفر شباب، بالليفر اكو شنو؟ اكو intralubial bile duct. هاي من هنا احنا ممكن نعرف الليفر يفرز البايل، من هذا الخلايا مال الليفر تفرز لي البايل، راح يجي يمشي بالنانا بالدوكتيول ويمشي خلال قناة اسمها كانال اوف هيلينج، ومن هنا يروح الى يعني يروح بعدين للبايل كاناليكولاي. هسه هاي مو موضوعنا شنو بايل كاناليكولاي، بس هو بعدين من هنا ينفرز ويروح للمن، خلينا نقول للبايل دوكس. زين، ماشي، هنا أنا هذا مكان يمشي بيه اسمه كانال اوف هيلينج، مو اوف هيلينج يعني سمع، لا اوف هيلينج هي هاي اسمها. زين، هاي اتش اي ار هذيك تختلف اسبيلها، ماشي. هاي هنا أنا ادي نيش سيل، لان مو ستيم سيل، هاي ستيم سيل نيش، هذين راح يكون محفوظات في هاي المنطقة. زين، فليفر ادوت ستيم سيل اوفر سيل خلايا بيضاوية ريزايد ان كانال اوف هيلينج اللي هي ثيك ارو. شوفوا هاي هنا بهاي المنطقة موجودة عندي، هاي كانال اوف هيلينج موجودة عندي بها الستيم سيل، ماشي. كانال كاري هيباتوسايت بايل سكريشن تو بولتر بايل دوكتيول، مثل ما قلت لكم هاي القناة راح يمشي بيها البايل سكريشن، من يروح للبايل دوكت ومن هناك يروح يشوف شهر. زين، اخر مكان بالكورنيا اوف ذا اي، بالكورنيا اوف ذا اي اكو اسمها كورنيال ستيم سيل، يكون المحفوظات تشوفون ايضا جوا الستيم سيل، ما يكونون فوق ابد، تمام. هنا يكون جوا بهاي المنطقة موجودة، تشوفوا جوا هاي المنطقة بالكورنيا. زين، فجواها موجودة هنا الستيم سيل مال العين هاي شبابنا. فهنا أنا أيضا هاي نيش سيل يحملها من المؤثرات الخارجية. زين، الستيم سيل بالثرب، شلون نستخدم الستيم سيل بالعلاج؟ شوف راح ناخذ هاي يعني طريقتين العلاج بها، أول شي يسموها inoculated oocyte والثانية patient cell عن طريق patient cell. شوف هاي خلية بيضة، خلية بيضة، تمام، وهاي خلية مريض. شو راح نسوي؟ راح نجي ناخذ النواة من خلية البيضة نحط بداله نواة خلية المريض. الخلية هاي الأوسايت خلية تقدر تنقسم، زين، خلية تقدر تنقسم أكيد يعني، فمن راح ناخذها؟ طبعا هاي شنو؟ هاي قبل لا يصير لها تخصيب، يعني مو البيضة بعدين تتخصب بعدين تعطيني خلايا ثانية، فهي قبل لا يصير لها تخصيب ناخذها.
ناخذ نواة العفو نحط نواة البيشت بدالها زين يسموها نوكليو ترانسفيرنج هاي الخليه بعدين راح تنقسم من تنقسم هاي تكون في شيء اسمه بلاستوسيست هاي بالامبريو ما يعني بها سهله بعد يعني هاي السالفه فهاي تنقسم تعطيني شنو امبريونك ستيم سيل شوف هاي بها النواة مال منو النواة مال البيشنت فاحنا شلون سوينا خلايا من يعني سوينا خلايا نفس الخلايا مال المريض زين هسه واحد يقول خو هي خلية البيشنت تنقسم وتعطيني خلية ثانية مو هي هاي الخلية ما لها قابلية على الانقسام ليش نسوي شيء هاي الخلية بيشنت سيل ما لها قابلية على الانقسام فناخذ نواتها اللي هي بها المعلومات الوراثية كلهن نحطها بهاي البيضة زين بس واحد يقول خاف تختلف صفات يعني هذني خلايا طبعا خاف يختلفن عن صفات خلايا بيش يطلع ما يختلفن يعني احنا اخذنا النواة فيها كل المعلومات مال الخلية فمن طلع لي خلايا نفس النواة اذا هي نفس الخلية الهاي هاي اول طريقة بالثابيوتيك يعني استعمال علاجي الطريقة الثانية راح نجي نجيب خلايا بيش نفسها تمام بس من نجيبها نسويها سيل كولتشر ونجي نعدل عليها جين الترانسدكشن شلون يعني يسوون هاي الخليه لها قابليه على الانقسام زين يسوون هذين الخلايا لها قابليه على الانقسام فمن يصير لها قابليه على الانقسام شي يصير ستيم سيل يصير هاي بلوري بوتنت ستيم سيل مثل ما قلت لكم قبل شوي بلوري بوتنت يعني خليه لها قابليه على الانقسام الى شنو الى اي نوع من الخلايا اللي تويتها ما عدا خليه البلاسمتا زين ماشي فهنا يسموها انديوسد هسه شنو طلعت النهاية خلينا نوخرها فهنا يسموها انديوسد يعني شنو يعني انسان سواها هاي الليفت سميناها ثيرابيوتيك كلونينج يوزنج امبريونيك ستيم سيل والرايت ثيرابي يوزنج اي بي اس سيل خلينا نقرا الحكي ليفت اللي هي اليسرى ترانسفير دايبلويد نوكليوس نقل نواة ثنائية مجموعة كروموسومية from patient to skin fibroblast هاي خلية into inoculated oocyte inoculated يعني شايين نواة مالتها زين هاي شايين نواة مالتها نجيب نواة مال البيش تحطها هنا فactivate oocyte activate oocyte zygote become blastocyte هاي من تصير activate راح تعطيني blastocyst هذا بلاستوسيست راح يحتوي على شنو على الدونر دي ان اي طبعا لان احنا اخذنا الخليه مع النواه مع الدونر اللي هو البيشنت سيل فراح تحتوي على نفس النواه وبالتالي نفس الدي ان اي مال البيشنت زين فهنا يكون هارفست يعني شلون حصاد انه امبريونيك ستيم سيلز هذني انديوس ديفرنشيشن ان كلتشر يعني هذني حيصير ديفرنشيشن بعدين الى اي نوع انرجي من الخلايا هاي ديفرنشيشن ان كلتشر يعني احنا هاي الخليه سويناها انت تروح بلود سيل تروح انت تروح نيورون انت تروح مصر سيل تروح على اي نوع من الخلايا اللي ريتها احنا زين بالرايت هاي patient skin fibroblast cell cultured transduction with gene encoding transcription factor يعني شلون قلت لكم يعدلون عليها cell formed تكون الخلايا induced differentiation culture هاي الخلايا تكونناها differentiation in culture ايضا يعني شلون تتحول الى اي نوع احنا نريده زين فهاي الطرق اللي نستعمل بيها الستيم سيل للعلاج عندنا طريقه اولى وطريقه ثانيه طبعا طريقتين الاثنين يعتمدن على البيشنت سيل بس بالطريقه الاولى البيشنت سيل نفسها اخذناها خليناها تتكاثر بالطريقه الثانيه اللي هي هاي لا خلنا فقط النواه مالتها فهنا شباب يقول هذني طريقتين اثنيناتهم احنا نهدف من خلالهن الى ريبوبوليت دمج التشو نرجع نعوض الدمج التشو شلون يعني؟ يعني خلينا نقول صار عندي مثلا فد دمج مثلا بالمصر سيل زين سوينا ستيم سيل بهاي الطريقة او بهاي الطريقة اجتني ستيم سيل ذني زين هذني راح يصير ديفرنشيشن كلتشر راح يطني مثلا يطني اسم مصر سيل انا مصر سيل نجي نحطها ويا المصر سيل راح تطني شنو مصر سيل فهي هاي عمود ريبوبوليت دمج التشو with cells that avoid immune rejection ليش avoid immune rejection لان هاي الخلايا تحتوي نفس النواة مال الخلية الاصلية مال الجسم فاذا شنو ما راح يصير immune rejection لها لان نفس المعلومات ونفس النواة زين الاوتكم الثالث
cell cycle and regulation of cell population. خلينا نشوف cell cycle. السير سايكل شوف القسام الخلوي عبارة عن أربع فيزات، هاي جي 1 S فيز، جي 2 M فيز. الجي أكو فيز يسموه جي 0، هاي يعني شلون خلية يعني شلون قاعدة، يعني خلينا نفرض إنه هذا طريق وهنا سيارات جاي تمشي، هنا هاي سيارة واقفة يعني زين. جي 1 بري سينثيتيك فيز، هذا يسموه بري سينثيتيك جي 1. الاس الدي ان اي سينثيسيس، يعني بالاس فيز راح يصير عمليه الدي ان اي ريبليكيشن وتكوين الدي ان اي زين قبل اس جي 1، فسموه جي 1 ابري سينثيسيس لان هو قبل الاس زين. الجي 2 ابري مايتوسيس، يعني شنو وراء ام مايتوسيس، هاي الام مايتوسيس زين. ماشي، اكو يسموها تشيك بوينت، تمام، يعني بين الجي 1 والاس، هنا بين جي 1 والاس اكو سيطرة، هنا أنا اكو سيطرة تجي بهاي السيطرة نشوف اذا اكو في الدي ان اي دمج، يعني هنا عندي مثلا خلايا بالجي 1 اللي طبعا بالاس اللي يسوون الدي ان اي ريبليكيشن قبل طبعا بالاس اكو سيطرة، هنا أنا نشوف هاي الخلية بها مشاكل بالدي ان اي مالتها ما بها، اذا بها مشاكل بالدي ان اي ما تروح تنقسم، يعني من ناحية تنقسم راح تعطيني خلية ثانية ايضا بها مشاكل، فإذا بها مشاكل بدينا نجيبها نوديها على صفحة، يعني مثلا خلية بها مشاكل نجي نوديها وين؟ على صفحة. وراها من خلصنا تشيك الخلايا البقية راح يمشن بالاس فيز، راح يسوون عملية سينثيسيس اوف دي ان اي. وراها الجي 2 فيز زين، عندنا بين الجي 2 والام، بين الجي 2 والام ايضا عندنا شنو؟ عندنا سيطرة هنا، عندنا هنا سيطرة. بهاي السيطرة احنا بالاس مو قلنا يصير عندنا دي ان اي ريبليكيشن ودي ان اي سينثيسيس زين، بين الجي 2 والام راح نشوف هذا الدي ان اي سويناه ريبليكيشن نشوفه سليم، احنا ضاعفنا الدي ان اي وكوناه، نشوف هذا التضاعف سليم ماكو مشكله، اذا سليم راح نكمل الخلايا تنقسم، اذا مو سليم راح نطلعها وين؟ نطلعها خارج ونقسمها زين. ف كواليتي كنترول تشيك ذات ايدنتيفاي دي ان اي دامج اند الله دي ان اي ريبير زين. يقول if damage too severe cell is eliminated by autolysis، يعني مثل ما قلت لكم هنا اذا الخليه بها دمج سيفير فالخليه راح تطلع من الانقسام وتروح وين؟ تموت بالابوبتوسس زين. progression through checkpoints، هاي checkpoint هنا checkpoint هنا زين. it's tightly regulated by cycling، شنو هاي cycling؟ هسه نشوف. بس هي السايكلين خلنا نعرف انه عبارة عن بروتينات معينة اي نظمن هاي السيطرة، شلون هاي السيطرة تكون هنا شرطة تنظمها، هي هاي نفس الشيء زين. يسموها سايكلينج ديبندنت كاينيز، تمام، هو بروتين اسمه سايكلينج ديبندنت كاينيز ينظم لي هاي السوالف زين. وكفى شيء اسمه سايكلينج ديبندنت كاينيز انهبيتر، شلون يعني مثلا حرامية يجون هنا يقتلون الشرطة وهاي السيطرة راح شلون يثبطوها، فهي هاي سايكل انتبندت كاينيز انهبيتر زين. فهاي الأولى وهاي الثانية. يقول ديفكتيف ان تشيك بوينت ويز سيل الاو تو، ما ادري شنو هاي هنا راحت، بس اذا صار عندي مشكلة بالتشيك بوينت راح يصير عندي مشكلة بالانقسام مع الخلية زين. استكشن بوينت ريت ليمتنج ستيب ان سيل سايكل، يسموها ريت ليمتنج لان هي راح يعني بهاي مثلا من تفاعل كيميائي تفاعل اكو فد يعني مرحله يسموها ريت ليمتنج ستيب، هاي مرحله اذا نثبطها راح يثبط التفاعل، اذا حفزها راح يتحفز التفاعل، فيها نفس الشيء هاي المرحله اذا راح تتحفز يعني راح يتحفز انقسام الدي ان اي، واذا راح تثبط انقسام او العفو انقسام الخليه يتحفز، واذا يثبط انقسام الخليه. في ريت ليمتنج ستيب ان سيل سايكل افتر ذس normal cell are committed to DNA replication زين، يعني ورا هاي الخلية الطبيعية راح يصير بها DNA replication، ورا هاي الخلية الطبيعية راح يصير بها mitosis اللي هي انقسام خلوي زين. regulation of cell cycle، شوف هذه هنا أنا بين الجي 1 والاس سيطرة، هاي السيطرة الأولى زين، وبين الجي 2 والام سيطرة، هاي السيطرة الثانية زين. شباب
cyclin proteins that develop peak activity during specific phase of the cycle. شوف السايكلين هي موضوعها طويل بس احنا هسه نفهم في شيء بسيط عنها لان ما مطالبين بالحكي له هسه. السايكلين عبارة عن بروتينات معينة، اكو انواع سايكلين سي دي سي 2 يعني سايكلين ديبندنت كاينيز، هنا شنو سي 2 بها سي 2 بها كي 2 بها كي 4 كي 5 كي 6 زين، بها هواي انواع هاي السايكلين زين. ف هاي السا هاي شنو هاي السايكلين هاي فد شي بروتين ثاني ترتبط بيه. فمهم هي هاي السايكلين راح تجي هنا تنظم لي هاي العملية شلون رجع الشرطة تنظم لي السيطرة هاي زين، وهنا ايضا اكو سايكلين تنظم لي هاي العملية زين. هي هاي السايكلين شباب، فهي بروتين ذات ديفلوب بيك اكتيفيتي دورينج سبيسيفيك فيز اوف سي سايكل. شنو يعني؟ يعني يقول انه هاي البروتين توصل الى اكثر على مستوياتها بمراحل محددة من السي سايكل، يا ان هاي سبيسيفيك فيزز هذا الفيز هنا وهذا الفيز رابيدلي ديجريدد از سيل انتر نيكست فيز اوف سايكل. يعني هسه هنا مو كان موجود ذني الخليه جت من هنا طبت لهنا اكو هنا سايكل من ابت هاي السيت او جت لهنا هاي السايكل راح احسبها شلون راح ندمرها بعد ما نحتاجها زين لان الخليه دخلت في فيز ثاني تمام. سايكلينج ديبندنت كاينيز يقول انزيم هاي شنو السايكلين ديبندنت كاينيز عبارة عن انزيم which complex with cyclin to facilitate important transition through phases of cell cycle. نفس الحكي اللي حكينا بس واحد يسألني شنو السايكلين ديبندنت كاينيز يا خو بالسايكلين. شوفوا السايكلين عبارة عن بروتين، انا مو قلت لكم هذا الشيء ترتبط فيه، هذا انزيم هو بروتين انزيم انزيمات هم بروتينات زين. فهذا شنو هذا انزيم، فالإنزيم هذا يسموه إنزيم سايكلين ديبندنت يعني يعتمد على السايكلين كاينيز، هو كاينيز نوعه زين. هذا الإنزيم من راح يرتبط ويا السايكلين راح يكون هذا السايكلين ديبندنت كاينيز واللي راح يشتغل ينظم السيطرة زين. فهي هاي معنى هذا الحكي هنا يقول سايكلين ديبندنت كاينيز كومبلكس أكت باي فوسفوريليشن أوف بروتين كريتيكال فور ترانزيشن. يعني هاي شلون تشتغل؟ تسوي فوسفوريليشن إضافة فوسفات تمام عمود يعني تشتغل زين ماشي. اكو شيء اسمه سايكلين ديبندنت كاينيز انهيبيتورز، هاي قلنا الحراميه اللي يجون يكتلون الشرطه ويلوصوها زين. فهاي اكزيرت نيجاتيف كنترول اوفر سيل سايكل، يعني هاي لها تاثير شلون يكون نيجاتيف على السيل سايكل ميوت. يعني شنو هاي سايكلين ديبندنت كاينيز انهيبيتور؟ شوفوا هو السايكلين ديبندنت كاينيز هذا من راح يجي لهنا راح ينظم لي هذا، فراح يسمح لي هذين الخلايا يمرن شويه شويه زين. بس من اجى السايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر راح يجي يثبط للسيطره كلها لان راح يجي يكتل الشرطه، فبالتالي السيطره راح توقف من ماتوا الشرطه زين. فهذول هنا السايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر هي هاي شغلها هيك الشغل هذا شنو اذا نثبط هاي، يعني بعد اذا حطينا سايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر هنا بعد الخليه ما تروح للانفيز وبالتالي الخليه بعد بتنقسم اذا ثبطنا الانقسام. فيقول ميوتيشن او انكتيفيشن اوف سايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر انفولفد ان باثوجينيسيس اوف مالجننت نيوبلازم. يعني احنا مو قلنا هاي تثبط الانقسام الخلوي السايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر، اذا صار بها ميوتيشن وراحت ما هي ما موجوده بعد راح تبقى خلايا تدخل بالانقسام راح تبقى الخلايا تتكون، فإن إذن راح يصير عدة تيومر. تيومر شنو؟ مو هو تيومر إنه زيادة عدد الخلايا بنسيج معين، هنا راح يصير عدة تيومر نتيجة شنو؟ ميوتيشن بهذا الإنزيم زين. هذا هي الريجوليشن أوف سيل سايكل، فقط هذا الشيء حنفهمه كلش كافي زين. سيل تايب أنواع الخلايا قلت لكم يا اما عندنا كوستين سيل او عندنا لابايل سيل او عندنا بيرمننت سيل زين. بس احنا هذا الحكي بعد خل نقرا هذاك ونرجع له، بس خل ناخذ هاي ونرجع له زين. اول شيء لابايل سيل، اللابايل سيل شنو هي هاي الخلايا؟ هاي الخلايا اونليميتد بيرجنتيف كاباسيتي يعني تنقسم باي وقت
هي تنقسم انقسام مستمر مثل ابيثيليا سيرفيس مال السكين والابيثيليا مال الجاي تراكت وخلايا الدم. هذين الخلايا هن 24 ساعة ينقسمن حتى لو ماكو دم ايش صاير. هسه مثلا السكين شبابنا هذا السكين دائما يصير له شنو يعني شلون الطبقة الخارجية مالته تروح، احنا ما نشوفها طبعا بس هي تروح شلون تتشلع شوي شوي خلايا الشلعان، واكو خلايا من البيز من القاعدة مالته تجي بدالها تعوض له زين. فهي هاي دائما مستمر حتى يجي اي تاكت هم راح تكون على تماس ويا الاكل، اذا هم راح تروح جزء من خلاياها الابيثيليوم فشنو هاي ايضا تعوضها. البلوت سيل ايضا نفس الشيء. كويسنت سيل اللي هي ستابل سيل، ستابل سيل اللي هي الخلايا اللي تنقسم فقط من عدة انجري مثل الليفر الكيدني اندوكراين زين، هذول يسموها البارنكيمال اورجان. بعد يقول ايضا الميزينكايمال سيل مثل فايبروبلاست سموث مسل الفاسكولار سيل. هسه واحد يقول سموث مسل زين، احنا قبل شويه جاي نقول هنا بهذا المثال انت قلت لنا السموث مسل هاي المسل سيل يعني لها ما لها قدره على شنو الريجينريشن كاباسيتي، يعني ما لها قدره على انه تنقسم انقسام وحدها، لذلك جاي نجيب لها ستيم سيل على مود تعوضها. زين شو هنا انا حاط لي المسل سيل ضمن الكويسن سيل يعني ضمن الخلايا اللي قدره على الانقسام. شنو معناها شباب؟ هنا المسل يقصد انه السموث مسل فقط، بينما هناك شنو نقصد الكاردياك مسل والسكيتال مسل. زين على مود هاي نخلص من هالسالفه. زين اذا هاي يسموها كويسن سيل. شنو هاي الخليه؟ هاي ان ريسبونس تو ستيمولاي تنقسم تمام، يعني استمناي مثلا خلينا نقول سيل انجري تنقسم تعوض سيل انجري، بس هاي تحتاج تكون بالمثال الاول مال ريجينيشن ضد الريبير تحتاج مثل هيباتاسايت حكيناها بالمثال الاول بالبدايه، تحتاج انتاكت بيز ممبرين، تحتاج شنو البيز ممبرين معناته يكون يعني سليم ماشي فور اورجنايزد ريجينيشن على مستوينا ريجينيشن. البيرمنات سيل الدرمنات سيل طبعا هنا البيز ممبرين بقسم اكستراسيل ماتريكس زين، مثل ما حكينا بالمثال قلنا قسم خلايا الاكستراسيل ماتريكس معناتها سليم فهنا قاعد قدر على تنقسم، وخلايا لا يكون اكستراسيل ماتريكس معناتها متدمر فبعد ماكو تعويض لها زين. بيرمنات سيل شباب مثل نيورونز سنترال نيرفس سيستم نيورونز هاي واحدة، اثنين سكريتال وكاردياك مصر سيل هذين يحفظون اياها مهمات كلهم زين. بينما السيل خلية ما تنقسم ابد سواء انجري سواء استمرار مستحيل تنقسم زين، فهي يكون فيري ليتل اصلا ما تنقسم فريبيرد باي شنو؟ باي سكار، لان الخلايا ما تقدر تنقسم هنا زين، فلذلك راح يتم تعويضها بسكار. فاذا اني من اسوي هاي العلاج مال انه نستحدث استمسار على مود نعوض هاي الخلايا اذن. يعني نكون استمسار مختبريا او نجي نزاعها هنا ونعوض هاي الخلايا زين. نرجع لهذا السلايد، هذا ما عليكم بالسلايد انا حاطه شيء اضافي عليكم به زين. شوف هنا أنا احنا خلينا ناخذ هاي اللابير سيل، شوف هاي كونتينيوسلي سايكلين الفيروس يعني شنو يعني بشكل مستمر هي داخلة هنا وطالعة بشكل مستمر، هاي حركتها دائما زين ماشي. هاي تشيك بوينت الأولى جي 1 اس، تشيك بوينت الثانية جي 2 زين. الكويسنت اللي هي ستيبل سيل، شوف قلت لكم قبل شوية الجي 0 يعني شلون السيارة واقفة، وهاي هنا شلون السيارة جاي يمشن. فالكويسنت سيل مثل هيباتوسايت لها قدرة على أنه تدخل بالانقسام، هي كانت واقفة بس من يجيها محفز تدخل بالانقسام تنقسم دورة أو دورتين ترجع توقف زين ماشي. البيرمنت سيل هي خلايا موجات هنا أنا أبد من ينقسمن هنا ما ينقسمن، يعني ما لها قدرة أنها تدخل بالانقسام. شلون سيارة عطلانة زين، هاي سيارة واقفة فتقدر تتحرك وتمشي، هاي سيارة عطلانة فما تقدر تمشي، لأن السيارة جاي يمشي بس عم توضح الفكرة. الأوتكم الرابع growth factors and signaling mechanisms. شوف mechanism signaling cell growth and replication.
شباب الجروث فاكتور عبارة عن فاكتورات معينة تفرزها بعض الخلايا، هاي الفاكتورات تروح تحفز لخلايا ثانية على يسوون في شيء معين، شلون في شيء ينظم زين. فالبول بيبتدي الجروث فاكتور يا اما اوتوكراين يا اما باراكراين يا اما اندوكراين. اوتوكراين يعني شنو؟ يعني تأثر على نفس الخلية، يعني هنا خلية معينة تفرز عندها ريسبتور هنا فوقها تفرز في الجروث فاكتور، هذا يجي يشتغل على الخلية نفسها زين. باراكراين لا تأثر على الخلايا المجاورة، يعني مثلا اكو خلية لها مجاورة عندها ريسبتور تجي شنو تصير على الخلية المجاورة زين. والاندوكراين شنو؟ افكت ان اذر اورجان. الباراكراين صحيح خلية ثانية، بس خلية ثانية الثانية يمها بصفها بالأورجان نفسه، بس الاندوكراين خلية ثانية بأورجان ثاني. فهاي افكت اون سيل، هاي افكت اون سيل نيربي قريبة، والاندوكراين افكت اون اذر اورجان زين. ف growth factor bind to specific receptor on target cell، هاي specific receptor تضغط بيها growth factor. فهنا أنا يعني ما stimulate transcription of gene that will improve you silent protein synthesis، يعني هاي growth factor منها ترتبط يا يعني إما تحفز صناعة البروتين داخل الخلية أو شنو؟ أو activate gene that regulate enter of cell and into and through the cell cycle، أو ممكن هاي growth factor تجي تحفز الخلية وتطبلي بالسيل سايكل زين. مثل هاي الخلايا اللي هي باتوسايت، هاي عندها ريسبتور اجاها جروث فاكتور ارتبط بيها، من ارتبط بيها حفز الخلايا انها تدخل بالسيل سايكل، فهي ارتبط بالسيل سايكل زين ماشي. هي هاي هنا جروث فاكتور. زين شباب هسه وصلنا الى growth factor and effect. قلنا لكم ان growth factor انه هي عبارة عن مواد تفرزها خلايا معينة، وهاي المواد تروح شنو شو تسوي له تحفز لي خلايا ثانية على مود تشتغل. هنا انا مطينا انواع growth factor، طبعا هذا السلايد حسب ما قلت لنا الدكتور وقتها انه للاطلاع، بس انا راح احكي لكم اياه توقعوا ما يخالف حتى الاطلاع اقول زين، لان مرة جبت يعني مرة شفت العفو جاي من سؤال ام سي كيو، فراح اقرا لكم اياه بشكل يعني اوضحها بشكل سريع زين. انواع الجروث فاكتور، اول شيء اي جي اف، اي جي اف معناها ابيديرمال جروث فاكتور، شو اسمه؟ ابيديرمال جروث فاكتور زين. هذا والوظيفه مالته بس ها مطلوبه عندنا هنا بهذا السلايد زين. شنو وظيفته هذا؟ مايتوجينيك فور كيراتينوسايت. مايتوجينيك شنو معناها؟ يعني يحفز انقسام الكيراتينوسايت. كيراتينوسايت شنو هي؟ كيراتينوسايت عبارة عن خلايا موجودة بالجلد، شلون الستم سيل هاي من مثلا يصير فت انجري بالابيثيليوم مال الجلد، هاي تتحفز على مود تعوض الابيثيليوم وتدمر زين. فهاي مايتوجينيك فور كيراتينوسايت اند فايبروبلاست، ايضا مايتوجينيك كلمة للفايبروبلاست يحفز انقسام الفايبروبلاست وستيمولايت كيراتينوسايت مايجريشن اند جرانيوليشن تشو فورميشن. يحفز الكيراتينوسايت مايجريشن، هي نفس تقريبا نفس الشغل المتجنق في الكيراتينوسايت نفسها. يقول جرانيوليشن تشو فورميشن، هاي ركزوا لي عليها اخر واحده، ركزوا على اخر كلمه هسه اقول لكم ليش تركزون عليها الدنيا زين. بليتلي درايف ذا جروث فاكتور، هذا اذا كون اخذناه بالفيديو مال الانفلاميشن كيوت انفلاميشن لك شيء ثاني زين. مايتوجينيك فور فايبروبلاست يحفز انقسام الفايبروبلاست والاندوثيليال سيل والسموث مصر سيل زين. استيمليت انجيوجينيسيس، هاي نحط عليها ايضا علامه ليش؟ لان هاي تفيد في زين. وايضا يحفز الوونت كونتاكشن وماتريك ديجريديشن، ركزوا لي ماتريك ديجريديشن زين ماشي. الوونت كونتاكشن راح ناخذها باللكتشر الجاي، والانجيوجينيسيس راح ناخذها وين؟ باللكتشر الجاي، اللكتشر الثاني عمليه تكوين بلود فيزل زين. الفايبروبلاست جروث فاكتور، هذا مايتوجينيك فور فايبروبلاست يحفز انقسام الفايبروبلاست ويحفز انقسام الكيراتينوسايت زين. هذا يسوي استيميت انجيوجينيسيس نفس الفوق واحد، اثنين وونت كونتاكشن نفس الفوق، بس هاي يسوي لي ماتريكس ديبوزيشن، يعني شنو؟ يعني هذا هو يسوي لي ماتريكس، هو يكون الماتريكس، يحفز تكوين الماتريكس الاف جي اف، بينما هذاك قبله شنو يسوي لي ماتريكس ديجريديشن زين. Vascular endothelial growth factor، هذا شنو شباب؟ هذا راح ناخذه باللكتشر الثاني، شو يسوي؟ يسوي يحفز عمليه الانجيوجينيسيس ان ذا بيل زين، وكذلك يحفز increase visible permeability ماشي؟ ماشي.
ترانسفورمك جروث فاكتور بيتا. هذا شنو شو يسوي؟ فالشي اسمه بليوتروبك. بليوتروبك معناها انه يشتغل حسب التشو الموجود به. دايفرز افكت اكوردنج تو تشو اند انجريز. هو شنو شغله؟ هذا يسوي لي مره انهيبيشن يثبطه، مره يسوي لي اكتيفيشن. انهيبيشن ابيثيريال بروليفريشن، يثبط ابيثيريال بروليفريشن. بس شنو؟ بس هو بوتد ستيبيليتور فور فايبربليشن ادجيوجيزيس. فايبربليزيا شنو يعني؟ يعني زياده الفايبربلاست. والانجيوجينيسيس شنو؟ تكون بلود فيزل ايضا يحفزها. هذا زين ماشي. هيباتوسايت جروث فاكتور، هذا مايتوجينيك فور هيباتوسايت، يحفز انقسام الهيباتوسايت والابيثيريال سيل والاندوثيريال سيل. هسه هذا يعني انا قريته هيك شيء وضحت لكم اياه بشكل سريع، لان هو اصلا السلايد مو يعني كلش مطلوب من عندنا، فانتوا تشوفون اطلعوا عليه وحاولوا تفهموه. شباب هسه هذا شيء يجيب انه ممكن سؤال عليه. شوفوا ممكن يقول لك all these growth factor cause angiogenesis with except واحد منهم، يعني نجيب لك البيت الدرايف growth factor والفاسكولار اندوثيريال growth factor والفايبلاست growth factor، هذين يكون يسوون angiogenesis. يجيب لك واحد ما يسوي angiogenesis مثل هيباتوسايت growth factor، انت تختار هذا ما يسوي angiogenesis. ممكن تجيك بال MCQ هيك ممكن تجيك. زين ممكن نجيب لك يا هو يسوي wound contraction، يسوي wound contraction فقط هذين الاثنين البيت الدرايف والفايبلاست growth factor، فقط هذين يسوون wound contraction. زين فيعني ممكن يجيب لك سؤال بهاي الصيغه. وهاي مال الجرانيوليشن تشو، هذا اذا واحد ما يعرف شنو الجرانيوليشن تشو فهذا راح اشرحها باللكتشر الثاني من هذا السيشن ان شاء الله. المحاضره الجايه هذا ينشرح تمام. فهسه تركزون بي فقط، ركزوا على الصيغه اللي قلت لكم بها. هسه سيجنال ترانسدكشن باثويز يقول لك سيستمز which detect extracellular signal through by شنو signal transduction pathway، هي شنو معناها؟ هسه قبل لا نشرح هذا الحكي كله، شوف هاي خلية شباب، وكو هنا اشارات، اشارات يعني فد مواد كيميائية هي signal خارج الخلية. زين هاي signal transduction pathway هو اللي راح ياخذ لي هاي الاشارات الكيميائية ويحولها الى فد pathway داخل الخلية. زين في عبارة عن system which detect extracellular signal، detect extracellular signal ذني اللي هنا through binding of ligand to specific receptor، هذا binding. زين initiating an intracellular cascade of event that change gene expression those generating acellular response. فهذا من راح يرتبط الريسبتر راح يسوي لنا هنا شو يسموها cascade داخل الخلية في السيستم من الأحداث. هذا ممكن يعني شو يقول يسوي لنا change gene expression. هسه نشوفها بالرسم هذا الجاي. هسه نشوفها pathways usually involve sequential activation of protein kinase. شوف اكو فد بروتين اسمه بروتين كاينيز، هذا هو اللي راح يتفعل بهاي الباثوي. اكو انواع طبعا من البروتين كاينيز. هسه نشوف زين فيقول لك هنا امبورتد سيجنال ترانزكشن باثوي ريجوليتنج سيل جروث. شوف شباب هسه يقول لنا what is the signal transduction pathway، what is type of signal transduction pathway. احنا عرفنا شنو signal transduction pathway. هسه هذا بانواع، بخمسة انواع. زين هسه نعرف شنو هن خمسة انواع. نجي اول واحد mitogen activated protein kinase، هذا اسمه هيك ماب كاينيز. زين هذا شنو؟ عبارة عن بروتين هذا هنا mitogen activated protein kinase، هذا من راح يرتبط المادة بالريسبتر. الريسبتر راح يعطي التحفيز لهذا الكاينيز. اكو بروتين اسمه بروتين كاينيز، هذا البروتين كاينيز من يتحفز؟ يتحفز ليش؟ ينتج ارتباط هاي الجروث فاكتور المعين اللي قلنا قبل شوي سيجنال ترانزدكشن، منتج المواد اللي تربط الريسبتر، ينتج ارتباط بالريسبتر وشنو؟ وراح يحفز هذا البروتين كاينيز. هذا البروتين كاينيز راح يروح شنو؟ يروح على الدي ان اي يشتغل على هذا ترانسكريبشن فاكتور اكتيفيشن على الدي ان اي يشتغل. زين هذا اول واحد، هذا وذ انترست كاينيز اكتيفيتي. وين الكاينيز هذا؟ مو قلنا يشتغل كاينيز هذا؟ وذ انترست هذا يعتبر كاينيز وذ انترست كاينيز اكتيفيتي. النوع الثاني هو فوسفاتيدين انوستيل 3 كاينيز اختصار بي اي 3 كاينيز. الثالث انوستيل تاي فوسفات اي بي 3، هذين الاثنين جي بروتين كوبر ريسبتر. زين وحتى هذا الرابع سايكل ادينوسين مونوفوسفيت هم جي بروتين كوبر ريسبتر. شنو الجي بروتين؟ جي بروتين خدناها بالميمبران ريسبتر موديول موجود ضمن البلاي ليست
بالسيشن السابع عشان الحين شنو الجيفولتين وانواعه. زين، فالمهم هذا البي اي 3 زين، وهذا الاي بي 3، وهذا السايكليك ام بي. هذا اللي يكون هنا جي بروتين ريسبتر، هو نظام جي بروتين شاحي. احنا راح نشوفه زين. هاي جي بروتين من يتفعل سبعه يسموه سيجنتاز ممبرين دومين، فهذا من راح يتفعل ترتبط الماده بي، يتفعل الجي بروتين من يتفعل شنو هذا ابو السايكليك ام بي، حفز السايكليك ام بي هاي تروح ايضا تحفز الشغل هنا على شو اسمه الجي. ابو الاي بي 3 شنو لا الميكانيزم ثاني يحفز الكالسيوم ريليز. زين، البي اي 3 كاينيز لا هذا هيحفز بروتين كاينيز. فهذه هسه ما اقدر اشرحها كلها بالتفصيل لان شرحها انا بالممبران ريسبتر شوفوها انتو. زين، اذا هذني هسه ثلاثه عندي جي بروتين كومبلكس ريسبتر. الجاك ستات، الجاك هاي من جانوس كاينيز، ستات من سيجنال ترانزوسر اند اكتيفيتر اوف ترانزكريبشن. هذا وذاوت انترست كاينيز اكتيفيتي، يعني هذا راح يروح كبر شو يسوي؟ شوفوا لي هنا هذا هنا الريسبتر مالته ارتبط بيه في مادة معينة، حفز لي هذا الجاك ستات باثوي، يروح المن يروح على الدي ان اي قبل يشتغل، ما بي شنو ما بي شوف دايركت باينت تو دي ان اي، ما بي انترست كاينيز. فهذني هن الانواع حفظوهن لان ممكن يجن مع سيجنال ترانزدكشن باثويز. تمام، هي هالصورة طبعا اللي طلع فقط انا وضحت لكم المعلومات عليها. هسه السيجنال ترانزدكشن خلصناه والجروث فاكتور خلصناها، ناخذ شيء اسمه ترانزكريبشن فاكتورز. ترانزكريبشن فاكتورز شوف يقول بروتين ريجوليتنج ترانزكريبشن اوف جين افتر سيجنال ترانزدكشن سيستم ترانسفير انفورميشن تو ذا نيوكليس. يعني شنو هنا انا مو قلنا صار عندي سيجنال ترانزدكشن، هذني الخلايا بها ريسبتر خذت لي معلومات من الخارج وودتها للنواة. هسه هذا من راح النواة ايش راح يسوي؟ راح نعرف في ترانزكريبشن فاكتور من راح النواة ايش راح يسوي. زين، هاي خلي هذا النواة مالتها، هذا هنا عندها ريسبتر. زين، اجتني هاي المادة الكيميائية خمسوية باللون الاحمر من الخارج، جتني هنا سيجنال ترانزكشن طبت لي وين؟ طبت لي داخل الخلية. هسه هاي ايش راح يسوي؟ زين، يقول اول شيء فوسفوريتد باي بروكسيمال كاينيز راح تتم اضافه يعني جزيئه فوسفات لها، اضافه جزيئه فوسفات لها عمود يعني شلون تصير اكتيفيتد هيك شيء. زين ماشي، وبعدين راح تروح للنواه. طب للنواه، النواه بيها شغلتين، النواه ايش بيها؟ مو بيها الماده هذا الكروموسوميه، بيها دي ان اي. زين، اذا اكو شيء اسمه دي ان اي بايندينج دومين، وقف شيء اسمه ريجولاتوري دومين بالدي ان اي. نجي نشوفه، هذا هنا دي ان اي بايندينج دومين، هذا ريجولاتوري دومين. شنو يعني؟ يعني هاي الماده من تجي النواه تجي ترتبط هنا تحفز لي الترانزكريبشن. زين، واكو ماده ثانيه ترتبط هنا تحفز لي يعني ريجوليشن، هاي العمليه تنظم لي هاي العمليه. ماشي شباب، هي هاي المقصود بالترانزكريبشن فاكتورز. اذا شنو خلينا نلخصها؟ عباره عن هذين البروتينات تطبن لي من خارج الخليه عن طريق عمليه سيجنال ترانزدكشن وين راحت للنواه. اول شيء صار فوسفوريشن، بعدين راحت ارتبطت بالدي ان اي اللي بي 2 دومين. زين، ترانزكربشن فاكتورز ذات ريجوليت سيل بروليفريشن. شنو هن الترانزكربشن؟ هسه احنا قلنا مو قلنا هنا ريجوليت خمبا شنو يعني يسمون ريجوليشن؟ اول شيء برودكتس اوف جروث بروموتنج جين، واحد اسمه سي مايك وسي جون، اختصارات سي مايك وسي جون. زين، هذني شو يسوون؟ هذني يسوون growth promoting. زين، والproduct of cell cycle inhibiting gene B53. B53 شو يسوي؟ ناخذها ان شاء الله بالنيوبليجيا يسوي cell cycle inhibition، يعني يثبط cell cycle. اذا هذني سي مايك وسي جون يحفزني growth، يحفزني النمو، هذا يثبط cell cycle. زين، يقول mutation that alter this growth regulating transcription factor may result in dysregulated uncontrolled proliferation of cell. فش راح يصير نيوبليجيا؟ شنو معناها؟ يعني بس هذني ينظمن السير سايكل. ماشي، هذني اثنين يحفزن الجروث هرمون، يحفزن النمو. اذا صار بهن في الطفره وصار يحفزن النمو بشكل اكثر من المعتاد، تزداد الخلايا بشكل اكثر من المعتاد. شو يصعد من تزداد الخلايا بشكل اكثر من المعتاد؟ يصعد نيوبليجيا اللي هو وراء. زين، هذا بي 53 قلنا يثبط السير سايكل.
اذا بي 53 صعب يطفى وبعد ما يشتغل، هي طفى يا اما gain of function يعني يا اما يزداد شغله او يا اما lose of function يا اما يفقد شغله. بس هاي قلنا gain of function، هاي هنا lose of function تمام. بعد ما يشتغل بعد ما يثبت السير سايكل، اذا السير سايكل تبقى تشتغل فعلا شيء يساعد النيوبليجيا زياده عدد الخلايا. ناخذ بالتفصيل هذا بالسيشن مال النيوبليجيا. زين شباب هذا الحكي ما عليكم بتوضيح، اذا واحد يطلع يقرا. زين هسه خلصناها ذني، وصلنا الى ميكانيزم اوف تيشو اند اورجان ريجينريشن. هنا أنا يقول ليفر افتر بارشل هيباتوكتومي. شوف الليفر شنو الخلايا مالته، من نوع من انواع الخلايا اللي تسوي لي شنو شباب، اللي تسوي لي تقدر يعني تنقسم. ايش سويناها يعني عفوا ايش حطيناها من يا قسم من الكوسنت او ستيبل سيل. زين فيقول ان هيومانز بالانسان ليفر ريمننت دبل ان سايز باي 1 ماوث افتر ستيم بالميرو سكشن. يعني جبنا ليفر، جبنا ليفر. زين خلنا نرسم ليفر، هذا ليفر، وخانا 60% منه بخالي، وخانا مثلا شباب وخانا مثلا هذا كله بخالي، بس جزء من الليفر هذا خلنا نمسح بعض، المهم خلنا نرسم هذا بخالي، بس هذا جزء من الليفر وهذا كل الباقي كان هنا وخانا. فهاي خلينا نقول 60%. يقول خلال شهر واحد، خلال شهر واحد راح يتضاعف بالحجم، يعني هذا مو كان هيك شيء، راح يتضاعف حجمه، راح يصير شنو؟ راح يبدا يكبر. خلال شهر واحد راح يوصل هيك شيء، يتضاعف الحجم. زين. After partial hepatectomy nearly all hepatocytes recruited from G0 to G1. هاي شنو محكيناها تتذكرون؟ من خدنا بالسير سايكل قبل شويه، من قلت لكم انه افرضوهم ذني سيارات واقفات بالجي زيرو، يعني واقفات خلايا الهيباتوسايت افرضوهم سيارات واقفات بالجي زيرو. من قلنا لكم انه من تصير مشكله بالليفر فشنو هن راح يتحفزن على مود يطبن للجي 1، من يطبن للجي 1 وين راح يروحن؟ راح يروحن للاس بعدين جي 2 بعدين ام مايتوسس، اذا شنو ينقسم يعطيني خلايا جديده. فهاي عمليه على مود تسوي شنو؟ تعويض للخلايا اللي راحن منها. زين فيقول maximum replication and mitosis occur 24 إلى 36 hours after surgery. يعني هاي ورا العملية ب 24 إلى 36 ساعة راح يصير maximum replication. maximum replication هذا أكثر شيء، يعني أكثر replication بعد 24 إلى 36 hours after surgery. خلنا ناخذ شنو السيكونشال ترانسكريبشن اوف كي جينز. يعني بس راح ناخذ الجينات اللي تتحكم لي بالسير سايكل بهاي العمليه. زين شوف ايميديت ايرلي جين اكثر من 70 جين اندوس جي 1 الى جي 2 ترانزيشن. شوف التحول هو انه مو كان سيارات عطلت بالجي 1، هذا جي 1 عفوا هذا جي 1 هذا الاس هذا جي 2 هذا الام، هنا يعطيني خليتين جديدات. زين هن كان سيارات عطلات او العفو مو عطلات بس واقفات بالجي زيرو بالصفر، راح يجيني السي جون والسي مايك. احنا مو قلنا ذني يحفزن الجروث، هاي نرجع لسلايدنا، يحفزن الجروث مو هيجي. ايش راح يسوون ذني شباب؟ راح يجيني يحفزن لي ذني الهيباتوسايت يدخلن الجي 1 يشغلن السيارة على مود هاي الطب الجي 1 تمشي هنا بالسيارة تنقسم ماشي. اوكي اذا هاي السي مايك والسي جون يحفزن دخول هيباتوسايت للجي 1. زين ماشي خلال الجي 1 انتي او بتوسس جين بي سي ال اكس. شنو بي سي ال اكس؟ بي سي ال اكس لون يبين، بي سي ال اكس عبارة عن بروتين خلال الجي 1، يعني هذا الجي 1 هذا كله بي خلاله راح اكو فد بروتين اسمه بي سي ال اكس. هذا بي سي ال اكس يمنع موت الخلية، يمنع موت الخلية. زين هو انتي او بتوسس يمنع موت الخلية ماشي. اوكي جي 1 اس هسه من الجي 1 للاس، هاي مو قلنا السيطره بين الجي 1 والاس، ماكو سيطره، هاي السيطره. زين جي 1 اس تشيك بوينت يسموها تشيك بوينت السيطره فور دي ان اي دامج ماشي. بي 53، بي 53 هنا موجود بين الجي 1 والاس، هنا بهاي العمليه هنا موجود بي 53 هذا هنا. ايش قلنا بي 53؟ قلنا بي 53 يثبط السايكو ماشي. هذا هن ال
ترانسكريبشن فاكتور اللي سيطرني على هاي السايكل. شوفوا لهاي الصورة، بس هاي هنا أنا كبد أو العفو ليفر، هو كبد ليفر إيه. فهنا أنا ورا 60% من الهيباتوكتومي، يعني هو أخذ من 60% ورا شهر ضعف دبل. زين هاي هنا الصورة، شوفوا هذا بي سي ار اكس حكينا، ماشي اللي قلنا انت اوبتوسس، السي جون والسي مايك هذا ايضا حكينا، السي فوس هذا واحد ثالث ما علينا بيه، سي مايك والسي جون ايضا حكينا. هذا وين قلنا؟ هنا يا شباب يحول من جي 0 الى جي 1. بي 53 هذا بين الجي 1 والاس، والسايكلين هاي شنو السايكلين حكيتها بدايه الفيديو، هاي البروتينات اللي تنطبط كاينيز يسموها سايكل اندبندنت بروتين كاينيز سي كي دي، هذا ينظم لي السي سايكل. زين ماشي شباب، فشوفون انه هذني الجينات هذا جاي يزداد، هذا يزداد من جايزات دي ان ريبليكيشن والميتوسيس، هن يزدادن اكيد وياه ممكن ينظمون لي العمليات هاي. زين ريجينريتنج اوف هيومن ليفر، ريجينريتنج اوف هيومن ليفر، شوف هاي الصورة العلوية فوق، سي تي سكان بيفور سيرجري قبل العملية، outlining the portion of right lobe to be donated for transplantation. هنا هاي الصورة للليفر، هذا الليفر طبعا قبل العملية، ومحدد لي الجزء اللي راح شنو يتبرع به هذا الواحد الثاني. زين هاي الصورة الثانية، one week after partial hepatectomy markedly أو markedly enlarged left lobe. شوف احنا شو اخذنا، بس طبعا هذا يا جهة هاي هنا رايت، خوش هاي هنا الرايت وهاي منا الليفت، مو شي زين. اذا احنا وخانا من جهة الرايت بس هو يقول ماركتلي انلارج ليفت لوب، ها احنا من وخر الرايت شباب، الليفت لوب راح يتوسع مو الرايت، ماشي الرايت وخانا ما يتوسع، ف ماركتلي انلارج ليفت لوب ديو تو كومبنسيت الهايبربليجيا. ليش وسع؟ احنا مو قلنا الليفر شنو خلايا قابلة على الانقسام بس من تحتاج عند الحاجة، هنا أنا صار وخرنا جزء من الليفر هي هاي الحاجة، إذا هاي الانقسام بتعوض، بس الليفت لوب صار بين لاجد مو رايت لوب، فيقول لك نو جروث ان رايت لوب فقط الليفت لوب، فيجيبوها يجوز من ام سي كيو. هنا أنا افتر يقول لك افتر هيباتوكتومي ليفت لوب لاجد لو رايت لوب، أنا عفوا افتر هيباتوكتومي فور رايت لوب، الليفت لوب راح يصير بين لاجد رايت لوب، نقول الليفت لوب راح شنو؟ راح يصير بين لاجد. ماشي the three phases of response to partial hepatectomy، يعني اذا صار عندي هيباتوكتومي وخانا الجزء من شنو من الليفر، خلايا الليفر بدات تحس تقول انا لازم اعوض هذا الجزء اللي وخروه. زين راح يصير ثلاث خطوات او ثلاث فيزات العفو، اول شيء برايمينج، شنو برايمينج؟ priming mediated by cytokine that bind to surface receptor and activate signal transduction pathway. شنو هاي؟ ايش راح يصير هنا انا اشوف هاي الخليه، خلنا نسمها هذه، هنا انا خليه مال هيباتوسايت مفروض. زين شباب خليه هيباتوسايت عندها ريسبتر هنا على سطحها. زين من وخرنا جزء من الليفر، هذا الليفر وخرنا جزء منه بقينا بس هذا، هذني راح يجين فد عوامل تحفزها، عوامل تجي ترتبط هنا أنا تحفزها. طبعا هاي الخلية منه، خلية ماخذيها من هنا، يعني واحدة من هاي الخلايا حطها هنا هاي الليفر، هاي خلية من خلايا الليفر. زين هاي من راح تجي تحفزها؟ شنو mediated by signal that bind to surface receptor and activate signal transduction pathway، راح شنو تسوي لي signal transduction pathway، هذا signal transduction pathway. زين شباب مو قلت لكم راح ينقل المعلومات من خارج الخلية داخل الخلية، بعدين شنو راح تروح للنواة مال الخلية وتحفز شنو؟ تحفز الجين transcription، وراها شنو؟ عمود تنقسم الخلية. ها وياها الصورة، هاي نفس الشيء، من راح تجيني من هنا المعلومات داخل الدي ان اي وتشتغل. زين ماشي، هاي يسموها برايمينج، هاي الخطوة الأولى بعد الهيباتوكتومي جرو يسموها برايمينج. زين بهاي الخطوة يقول لك راح يصير انتقال من الجي شنو؟ من الجي صفر للسيارة واقفة إلى جي 1 للسيارة تبدي تمشي. زين برايمينج. الفيز الثاني بروليفريشن،
Proliferation equals a prime with hepatocyte, interstitial cycle mediated by the growth factor and adjuvant. زين هنا أنا هبني الخلايا اللي دخلن بالسير سايكل دخلن بالجي 1 راح يبدن شنو؟ يبدن بروليفريشن أو يبدن بالانقسامات. زين ماشي، فهاي يسموها بروليفريشن. زين growth inhibition يقول بولي اندرستود، يعني هذا growth inhibition ما يعرفون شلون جاي يصير، بس يقول but it work at right time، يعني هاي السير سايكل هنا جي 1 هنا اس هنا جي 2 هنا ان. زين هاي السير سايكل يقول most hepatocytes replicate once or twice and return to جي 1 to جي 0. يعني خلينا نشوف صوره حلوه هسه هنا، شوف صوره حلوه، شوفوا هاي هيباتوسايت طبت طبلي من الجي 0 للجي 1 تتكاثر مره مرتين تخلص تجي يخلص مانزينة كأنه تجي ترجع سيارة واقفة. زين هي هاي الـ replication، هاي شي يسموها growth inhibition. إذن الـ three phases of response to partial hepatectomy: priming, proliferation and growth inhibition. زين طبعا أنا قلت لكم قبل شوية بلي priming يصير انتقال من جي 0 إلى جي 1، هو لا يعني اشتبهت بلي، هاي ما عليكم بيها، هاي ما عليكم بيها. بلي proliferation شباب هيو هو مو البرايمينج، ايش صار البرايمينج فقط ارتبط هاي المادة بالريسبتر، من ارتبط راح يهيئ لهاي الخلية على مود تدخل بال شنو تدخل لي بالسير سايكل. بالبروفيليشن راح تجي ميديتر ثانية تحفزها تتحول من الجي 0 الى جي 1. زين اذا بالبروفيليشن جاي يتم التحويل من الجي 0 الى جي 1. زين هنا أنا بعد ايش عندنا؟ زين شباب هذا شوفوا هاي هنا العملية باشر هيباتكتومي برايمينج بروليفريشن جروث انهبيشن، هذني يعني هي سؤال للاطلاع ما تحفظوهن، بس ذني الجروث فاكتورز اللي حفزن لي هاي العمليات. زين كنترول هذني اوف نورمال، هاي العناوين عناوين خلصنا هذا ميكانيزم اوف تشو، بس نروح على الماتريكس بقالنا فقط اثنين ونخلص اثنين اوتكم. اكستراسيلر ماتريكس، شنو اكستراسيلر ماتريكس؟ عبارة عن بروتينات موجودة وين؟ موجودة خارج الخلية. زين فيقول اكستراسيلر ماتريكس ماكرو موليكول سكريتد اند اسمبلد انتو ان اكستراسيلر سبورتيف نتورك بتوين سيل، يعني هاي خلية وهاي خلية وهاي خلية اكو سبورتيف نتورك، سبورتيف نتورك بين ذني الخلايا، فد شنو فد شبكة داعمة يسموها شبكة داعمة بين هاي الخلايا. زين شباب هاي الاكستراسيلر ماتريكس من يفرزها؟ تفرزها مجموعة من الخلايا. زين ماشي الماكرو موليكول سينثيسيس باي هذني من يصنعها؟ يصنعها الفايبروبلاست، مايو فايبروبلاست اللي هي نفس الفايبروبلاست بس بيها سموث مصر فسموها مايو فايبروبلاست، اندوثيل سيل اديبوسايت اند كوندروسايت اوستيوسايت، هذني انواع الخلايا اللي صنع لي الاكستراسيلر ماتريكس. زين ماشي يقول تو انا اناتوميك كومبارتمنت، عندنا نوع من الاكستراسيلر ماتريكس، شوفوا شباب يا اما انترستيشيال يعني بين الخلايا هاي انترستيشيال، او يا اما بيزت ممبرين، يعني هسه مثلا مو هاي خليه خلايا قاعده على بيزت ممبرين، هذا يا بيزت ممبرين، فهاي يا اما انترستيشيال يا اما بيزمنت ممبرين. ماشي زين في interstitial filling space between cell based membrane closely applied to cell surface. زين ماشي الفانكشن ماله الاكستراسيلر ماتريكس اول شيء يسوي سبورت دعم دعم الى دعم، تحفظوني سبورت وسيكوستر هو 2S الفانكشن مالته. سبورت شنو؟ سبورت فور سيل انترسيلس، يعني فور سيل انتراكشن، يعني شلون يدعم لي هنا التفاعل ارتباط خليه بخليه ثانيه. زين adherence يعني ارتباط بين خلايا، migration انتقال الخليه and scaffolding structure for regenerating of cell، هو يعتبر شلون يعني هيكل بنائي على مود الخلايا تسوي بيه regeneration، هاي support. الوظيفه الثانيه sequester يحجز، هذا الاكستراسيلر ماتريكس يحجز water يسموها torger، يحجز معادن يسموها rigidity صلابه يعني،
ويحجز growth factor. زين هنا يعني خلال هاي ما سلسلة ماتريكس عندنا ماء وعندنا growth factor وعندنا mineral معادن. زين three group of macromolecule in crystal matrix. هسه احنا عرفنا شنو تعريفه وعرفنا من ينفرزه وعرفنا موقعه وعرفنا وظيفته. هسه بقى نعرف شنو انواعه. زين اول شيء viable structure protein. يعني شنو viable structure protein؟ يعني عبارة عن viable protein في البروتينات تطشون يقول قوة وريكويل للتشون. تعرفون شنو قوة وريكويل؟ شنو يعني ريكويل؟ انه شلون قابل على التمدد مطاوعة. زين هنا مثل كولاجين والاستين. زين هنا كولاجين والاستين هنا يطني هاي الخصائص. ادهيزف جلايكوبروتين. ادهيزف جلايكوبروتين يعني تربط للسيل ويا خلايا او تربط للسيل بالماتريكس نفسه. يعني هاي تربط للسيل بس او تربط للسيل بالماتريكس نفسها. هاي يسموها ادهيزف. ادهيزف مثل شنو؟ مثل فايبرونكتين واللامينين. هسه فايبرونكتين ناخذه بعد شوي. زين واخر شيء جيل بروتين. هاي تعطي ريزيلينس. زين مقاومة and replication ترطيب. زين مثل بروتيوغلايكين and هيا لورانون. زين هن أنا طبعا ذني حفظ يعني حاولت حفظوهن بس أنا ما أعتقد يجيبوهن صراحة مو كلش مهمات بس هيك يعني أخذوهن. هذني أنواع فيروس أدهيزف وجيل بروتين. بس the function of extracellular matrix شو يسوي؟ شوف اول شيء قلنا سبوت هاي ميكانيكال سبوت يثبت الخلايا. ميديوم فور سيل ميجريشن هاي حكيناها. اخر كنترول اوف سيل جروث. زين ماشي ليش ينظم السيل جروث؟ يعني قلنا هو مو راح يحجز الجروث فاكتور. هاي يحجز الجروث فاكتور اذا هو ينظم لي السيل جروث. زين ريجوليتد بروليفريشن باي ليجاند بايندينج تو سيرفس انتجرين ريسبتور. شنو ليجاند بايندينج تو سيرفس انتجرين ريسبتور؟ هنا اكو فد ريسبتورات اسمها انتجرين. هسه ناخذها انتجرين. راح تجي في الليجندات معينه ترتبط بهذه الريسبتورات. من ترتبط شنو يحفز لي الجروث. مودوليشن اوف سيل ديفرنشيشن يعني هو شلون يعدل السيل ديفرنشيشن يعني تميز الخلايا. زين فا اكسترا ما سبورتين افكت ديجري ديفرنشيشن يعني شنو؟ هنا نفس الشيء. هاي عباره عن انتجرين في الريسبتور على الخليه. تجيني ماده اكسترا ماتكس ترتبط بي يسوي differentiation of cell to another cell type أو يعني specific cell type. يعني storage of modulatory protein. قبل شوية قلنا sequester يعني تحجز الـ growth factor. هاي إذا تحفظ إذا growth factor storage بالـ growth factor secreted بالإضافة at storage for response to engine and degradation يعني regeneration. يعني شنو؟ يعني هي راح تحفظ لي هاي الـ growth factor. تمام وهاي تحفظها لحد ما تصير فت انجري فت مشكله على مود تخليها شنو تروح تحفز انقسام الخليه. فيقول growth factors secreted تحفظها at stored for response to engine and regeneration. وscaffolding for regeneration هي شلون في الهيكل يسوي regeneration. organized tissue structure requires intact basic membrane. يعني شلون البيت يحتاج اساس على مود ينبني التشو من يريد يعني تكون يحتاج بيز ممبرين شلون يعني يقعد عليه. زين او يثبت عليه هنا يستند عليه مثل يعني نفسها هنا خلايا مثلا خلايا هواي خليه واحدة فوق الاخر. زين شو تقول هاي الخلايا تستند لو لا اذا ماكو جوافة بيز ممبرين قوي يحميه لازم اكو. زين يقول injury to tissue capable of regeneration. يعني إذا يصير injury تكون هذا حاجة نفس معيود على المثال مال الأول مال الصورة مال الهيباتوسايت. أول مثال خدناه من قلنا قسم من هاي الخلايا الإكستراسيرماتكس مالتها ما بي مشكلة وقسم من الإكستراسيرماتكس متدمر. فقلنا إذا الإكستراسيرماتكس ما بي ضرر فشنو فراح يصير regeneration يعني فقط يعني ما يصير ديسكارد ما يصير ريبير. زين فانجري تو تشو كابابل اوف ريجينريشن نورمال ستراكشر ريستورد اونلي اف اكستراسيل ماتكس از نوت ديسربتد. هاي حكيناها. زين راح يرجع النورمال ستراكشر يعني خلايا رجعوا على الصوره الاولى وشوفوها. الانسان ما اقدر ارجع كل ساعه على مود الوقت شويه. فالخلايا شنو؟ فقط الخلايا راح تعوض الخلايا التالفه
والاكستاس ماتكس ما بيها شيء، اذا راح شنو ما يصير عند ديسكارد هنا. اف اكستاس ماتكس ديسربتد، اذا كنا مثالنا راح ايش راح يصير؟ راح يصير ريبير. ريبير ايش سويته؟ معادله ريبير يساوي ريجينريشن بلس فايبروسيس. والريجينريشن شنو معناها؟ ريجينريشن معناها يعني شلون اعاده تكوين الخلايا الميته، شلون انقسام الخلايا عمود تعوض الخلايا الميته. فهنا هذا الماتكس ديسربتد كولاجين بيست نورما سيصير عند سكار. زين هنا انواع الكولاجين شباب، انواع الكولاجين هنا اكو فد يعني نيمونيك لطيفه ماخذها هاني النينجا، ف خل نشوفه وعمود نقرا الانواع. هذا وين بالاغريقي بس باللاتيني المهم. زين يقول بي سو توتالي الون، خل اقراكم الجمله كلها. بي سو توتالي كول ريد بوكس برو. زين هاي حفظوها، بي سو توتالي كول ريد بوكس برو. زين اول ثلاث كلمات سووا هيجي كول وحده، ريد بوك وحده، برو وحده. يجي ينقون 1 2 3 4. زين ال1 يعني كولاجين تايب 1 هاي. زين وين موجود؟ بي يعني بون، اس سكن، تي هاي ما توتال تندر. اذا بون سكن تندر نشوفه كولاجين تايب 1. يوبكو اكويتوس يعني شرائع ان هات اند سوفت تشو. الهات تشو يا هن هذني البون تندر، السوفت تشو هذا السكن. اذا هاي عم تذكرنا. زين الثانية شنو؟ كول. كول شنو؟ كارتلج. اذا الثاني وين موجود؟ بالكارتلج، هاي مهم. بالاضافة للكارتلج موجود بالانترفيرتبرال ديسك والفيتروس. زين اكو نوع يعني من انواع الكارتلج اسمه فيتروس كارتلج. زين اللي خذوه في الزجاجة ماشي. اذا هاي الكول مال الكارتلج من الكول. الثالثة ريد بوكس الار، هاي ما اعرف شنو هنا مكتوبة، اوف هسه مو مشكلة. زين بي شنو؟ بلود فيزل. بلود فيزل وين هالثلاثة؟ هاي الثلاثة هولو اورجانز وسوفت تشو. الهولو اورجانز شنو يعني؟ يعني نسيج مجوف مثل شنو؟ البلود فيزل. اذا هاي البلود فيزل من جتني؟ من بوكس. زين والبلود فيزل هو مجوف فهو هولو، اذا هولو اورجان بلود فيزل وسوفت تشو ايضا. زين الرابع برو بيزل ممبرين. الرابع وين موجود؟ هذا الرابع، هذا خمسة. شوف طبعا هو التو اكيد تعرفوا هاي المعلومة. هنا هاي شنو؟ خمسة، من ناحية واحد قبلها شو تصير؟ أربعة، ومن ناحية واحد وراها شو تصير؟ ستة. زين فهاي شنو هسه الرابع وين موجود؟ بالبيزت ممبرين. هاي كلش مهمة، كلش مهم انه نعرف هاي. دائما يجي دائما يجي انه كولاجين تايب 4 موجود بالبيزت ممبرين وكولاجين تايب 2 موجود بالكاتج. هاي جدا مهمة ودائما تجي. بقولنا هذا هذا. زين وهذا هذا الخامس وين موجود؟ بالسوفت تشو والبلود فيزل ايضا حفظوها. وهذا شنو؟ التاسع. شوف هاي الاكس 10 معناها، الاكس معناها 10، احط واحد قبلها شو تصير؟ 9، احط واحد وراها شو تصير؟ 11. زين لان هسه هنا عندنا واحد قبلها معناها 9. التاسع وين موجود؟ ايضا بالكارتريج والفيتروس، هذا كارتريج ايضا. زين المهم هسه بهذا السؤال واحد يسألني شنو؟ المهم هذا والمهم هذا. زين ماشي، هذني تايب اوف كولاجين. هاي السؤال اللي طلع يعني اوف ما تفيدنا. هسه بقالنا اخر موضوع ادهيجن بروتين. ادهيجن بروتين يسموها سيل ادهيجن موليكول كامز. زين ماشي هذني شنو؟ فضائفهن. الفانكشن وظيفة مالتها السيل سيرفس ريسبتر ذات ميديت بايندينج وذ شنو؟ اذر سيل او اكسسيماتكس. الادهيجن بروتين السيل ادهيجن موليكول يخصها كامز عبارة عن ريسبترات موجودة وين؟ هاي ريسبترات موجودة على الخلية. هاي ريسبترات موجودة على الخلية ترتبط بيها يا اما اكستاسيولار ماتريكس بروتين او يا اما خلية ثانية. واضحة؟ خلينا نشوف انواعها. اول شيء ادهيزف ماتريكس جلايكوبروتين بها ثلاث انواع، بها ادهيزف، بها انتجرين، وبها كادهيرنس. زين الادهيزف ماتريكس جلايكوبروتين هن نوعين، فايبرونكتين واللامينين. زين
ال verb connecting قلت لكم قبل شوي راح ناخذ هذا ال verb connecting bind to both seal and matrix protein. يعني هاي خلية هسه، هذه خلية ماشي، هاي بيز مبين مالتها، وهذا عندها ريسبتور، هذا شنو سيل ادهيشن موليكول كامز. زين هذا خلنا ناخذ مثلا الفايبرونكتين. الفايبرونكتين راح يرتبط بخلايا ويرتبط بماتكس، يعني ممكن تجي ترتبط خلية بي، هاي خلية، خلية تجي ترتبط بي. زين ممكن يرتبط بي ماتكس بروتين، يعني بروتينات بالاكستاسيل ماتكس، هي مادة بين خلوي. زين لامينين شنو؟ جلايكوبروتين بيزد ممبرين بوليمرايز وذ كولاجين 5. يعني شنو يعني؟ شوفوا كولاجين 4 العفو، هنا هذا الكولاجين تايب 4 راح يلزق ويا اللامينين. زين هذا يعني هاي مو خليه، هاي بيز ممبرين معناتها راح يتم ارتباط الخليه بالبيز ممبرين عن طريق اللامينين، هذا اللامينين هنا اسمه مصغر، هنا شنو؟ لامينين. زين راح يربط لي الخليه بالسيل ممبرين معناتها وياها كولاجين تايب 4. هاي الاديزف ماتكس في بلاك بروتين خلصناها. الانتجرين شنو الانتجرين؟ الانتجرين عبارة عن ترانس ممبرين بروتين، يعني شنو يعني؟ شوف يعني بروتينات عبر الممبرين من الخارج للداخل، ترانس ممبرين ريسبتور كونكتينج سير تو اكستاسيلر ماتكس بروتين، تربط لي خلية، بس هاي عفوا هالصور، تربط لي خلية شنو؟ بروتين موجود بالاكستاسيلر ماتكس، هاي المادة هنا. bind adhesive protein in other cell، كذلك راح يربط لي خلايا ثانية، ممكن خلينا نشوف اسمها، هذه الانتجرين شباب، تربط لي فد مثلا خلية معينة، خلية بيها adhesive protein متشدد بيها، يعني خلية بيها بروتين متصل بيها، تجي ترتبط بهذا الانتجرين. زين هاي bind adhesive protein in other cell، هاي cell cell contact، هاي اثنين link cell surface to intracellular cytoskeleton، اها راح يربط لي cell surface. ليش ليش يربط لي intracellular cytoskeleton؟ هذا هنا موجود داخل الخليه، لان هو يعبر الخليه، يعبر الغشاء العفو، فيربط لي surface من intracellular cytoskeleton. ligand binding cause clustering of integrin receptor into focal adhesion، يقول هسه من راح يرتبط ligand هذا هنا راح تطلع integrin هوايه السطح. زين هنا كلاسترنج يصير تجمع مع الانتجرين وين؟ على الخلية، هذين كلهن انت طبعا هو هذا شلون قسمته، يعني قوم من جزئين، هذين هذا انتجرين هذا انتجرين. زين ماشي focal adhesion complex، يعني بالسطح صاير فوق يسموها focal adhesion complex bind to cytoskeletal filament providing mechanism for transmission of external mechanical force into cell. يعني شباب نهاية مو قلنا تربط لي بين الخارج والداخل، هاي راح تربط بال يقول شو اسمه بالسيتوسكيتال فيلمنت، هنا اكو خيوط مع الهيكل الخلوي ترتبط بيها بالداخل. زين ترتبط بيها بالداخل هاي الانتجرين، وراح تنقل الطاقة من الخارج للداخل، تنقل البروتينات من الخارج للداخل، فيقول شنو؟ provide mechanism for transmission of external mechanical force into cell، تنقل لي الفورس الخارجية المن لداخل الخلية. integrin cytoskeleton complex activate signal transduction pathway، يعني شنو؟ integrin cytoskeleton complex هذا فد مركب صار بين الانتجرين والسيتو سكيلتون، يعني هذا مو الانتجرين، زين هذا مو سيتو سكيلتون، زين هذا الانتجرين والسيتو سكيلتون سوالي كومبلكس، هذا سمناه انتجرين سيتوسكيلتون كومبلكس، هذا راح يحفزني شنو؟ راح يحفزني يقول سيجنال ترانزدكشن باثوي، سيجنال ترانزدكشن باثوي، واحنا اخذنا شنو سيجنال ترانزدكشن باثوي؟ مو قلت لكم تنقل المعلومات من خارج الخليه الى داخل الخليه؟ اذا هذا ايضا هم جاي ينقل المعلومات، او مو معلومات، بروتينات من داخل خارج الخليه للداخل، فاذا شنو؟ راح يفعل لي السيجنال ترانزدكشن باثوي، هاي الانتجرينز بشكل بسيط يعني. الكادهيرنز اختصار كالسيوم ديبندنت ادهيرنز بروتين، تعتمد على الكالسيوم، هاي هاي بروتين كونكتنج بلازم ممبرين اوف سيل اوف سيم تايب، راح يربطها من هنا منو؟
الكاد هيرنس. زين شباب، هذا بشكل بسيط حاولت اوضح لكم هذني الاديزيشن بروتين الثلاثه، ادهيزف ماتريكس كلكر بروتين، انتجرين، وشنو بعد، والكاد هيرنس. ماشي، من الصورتين البقيه للاطلاع. هاي المحاضره خلصت، طبعا هي محاضره بها وايد معلومات قلت لكم، حاولت اعطيكم فشي خلاصه فشي يعني تستفادون منه. اكو شغلات ما شرحتها بالتفصيل اعرف لان ما تفيدنا حاليا، فلهنا نكون خلصنا هذه الليكتشر. اذا عندكم اي سؤال سالوني على التليجرام وما قصروا وياكم ان شاء الله، وشكرا جزيلا. وشباب شغله اخيره، اذا استفدتوا من المحاضره يا ريت تعلقون فشي او تعطون لايك هم عمود يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، وشكرا لكم.